صباح الخير على كل ولادنا وبناتنا في كل مكان وكل سادة أولياء الأمور اللي بيتابعونا كمان في كل مكان. النهاردة معانا بطل من أبطال مصر في وجهة نظري، بطل اتحرر من كل إعاقات الجسدية وخلته يكون أحد أبطال الثانوية العامة والفائقين اللي كلنا بنفخر ونشعر بفخر كبير جدا إن إحنا معانا في مجتمعنا أبطال زي محمد إبراهيم. هنتعرف معاه النهاردة ونعرف أحلامه وطموحاته وأمنياته وهو عايز إيه مننا. زي ما إدانا تفوق، إحنا كمان النهاردة لينا دور كبير جدا علشان نرد له ولو جزء صغير من واجبات كتير على المجتمع المفروض إن هو يحصل عليها. هتعرف النهارده على محمد ابراهيم بالتفصيل، وكمان هتكون معايا ضيفتي الفنانه الصغيره هنا ياسر. اهلا بيكم. اهلا بحضرتك. ازيك يا محمد؟ الحمد لله تمام. عامل ايه؟ الحمد لله. عملت امبارح البرومو بطل من احرار الثانويه العامه، يعني خليك. تحررت من كل حاجه، خليك. من كل القيود اللي فرضها عليك الجزء الخاص بضمور العضلات، واصريت ان انت تكون بطل من ابطال الثانويه العامه. وحصل محمد على 93% وامتحن عادي خالص وسط الطلبه. خدوا بالكم، حطوا خط تحت امتحن عادي جدا وسط الطلبه، يعني ما امتحنش كمان دمج. هبدا معاك، اتفضلي واحكي بقى القصه من الاول كده، وعرفني عليك وقول لي انت بتعمل ايه في حياتك يا محمد، وازاي وصلت لنا ل 93%؟ ازاي وبعدين زعلان؟ يعني 93 زعلان. اتفضل يا محمد. ابدا بيه طيب ولا ايه؟ عرفني بنفسك وعرف كل اللي بيسمعونا انا مين. ماشي، انا محمد ابراهيم، عندي 18 سنه، في مدرسه حسن ابو بكر التجريبيه للغات في القناطر، في محافظه القليوبيه. عادي جدا، شاب عادي زي اي حد في سني، بس ليا هوايات عادي برضو، زي مثلا بحب قرايه، كتابه شويه، ممكن بلعب مزيكا اورج شويه كده يعني، بس حياتي كلها عاديه، مزيكا، اسمع اغاني كده يعني. ما حسيتش اللحظه انه انا محتاج حاجات مش لاقيها؟ هو اكيد في لحظات حسيت بكده، بس كنت ما يعني مش دايما كانت بتسيطر الفكره دي عليا، كانت بتجيلي دايما في اوقات بس مش كتير يعني. شفتوا اللي محمد قاله؟ سيطرت عليا الفكره بس ما اديتهاش فرصه انها تتملكني. برافو عليك يا محمد. هرجع لك بس بعد ما اعرف هنا بتعملي ايه؟ ايه هوايتك؟ انا الحقيقه بحب اي حاجه متعلقه بالفن، يعني بحب قوي ارسم، بحب اغني، ممكن ساعات اكتب قصص، بس قصص قصيره. بس بدات ان انا اكتب روايات وامثل مع اصحابي، لسه هنبتدي بقى التمثيل وكده. بس عندك كام سنه؟ عندي 15 سنه. حلو قوي. هيحضروا لنا برومو كمان لشغلك يا هنا، وانا شفت الحاجات قبل الهوا كانت جميله ورائعه. هروح لمحمد كده واساله سؤال. محمد، يومك في الثانويه العامه كان شكله عامل ازاي من اول ما بتبدا مذاكره لحد ما بترجع تنام؟ هو اختلف من على السنه كلها يعني. كان في اول السنه كانت الدنيا كانت هاديه شويه يعني، كنت بادئ ارجع من الدروس اذاكر على طول، اخلص مذاكره افضل قاعد، كنت بسهر شويه في الاول مثلا 2 3 افضل قاعد اقرا اسمع اغاني، كنت عايش الدنيا كانها عاديه في الاول شويه. بدات الدنيا من شهر 2 تشد شويه، وقت المذاكره اكتر، من كنت بذاكر 3 4 وصلت ل 5 او 6، لحد ما جيت بقى في الاخر كانت بتوصل ل 8 في الاخر، في اللي هي فتره الامتحانات. بس هي بدات الثانويه تبقى تقيله او تبان صعوبتها في فتره الامتحانات او قبل الامتحانات بشهر. تمام. كنت بتنظم وقتك ازاي؟ وانا سمعت كده في النص بنزل وبطلع وحاجات كتير، يعني ازاي بتنام؟ يعني ساعات النوم قد ايه؟ ساعات المذاكره انت قلت من 5 لحد ما وصلوا ل 8 في الاخر. في وقت في ده انك تمارس هواياتك؟ كان في وقت ده كنت بخلص مثلا على الساعة مثلا 8 أو 10 بالكتير، وأفضل قاعد بقى من 10 لحد مثلا الساعة 2، أفضل قاعد 4 ساعات ما بعملش حاجة فيهم غير إني بمارس الهوايات اللي أنا بحبها بس. اللي هي إيه بقى؟ كتابة مثلا، بحب أكتب بالليل، أقعد أقرأ روايات، ممكن أنزل مع أصحابي مثلا نقعد في حتة في كافيه أو كده ونرجع البيت تاني عادي. حلو أوي. بس عاجبني أوي التحدي في كلامك، اللي هو أنا عادي، أنا ما عنديش حاجة منعاني إن أنا أكون مع أصحابي في مدرستي، بنزل مع اصحابي، الحاجات دي كلها اديتك دفعه. اكيد صح. اكيد. حسيت بايه بقى لما ماما زغرتت وقالت محمد جاب 93؟ هو انا بصراحه يعني ما فرحتش قوي بيها، او كنت مستني ان انا اكبر من كده، المفروض ان كنت مستني 98 او على الاقل، او مش على الاقل، او ان اطلع اوائل حتى، بس لقيت 93، فانا يعني اتضايقت شويه، بس ما عرفت ان المجمل العام قليل، او ان انا هلحق اعلام
فما دي اللي ما خلتنيش اتضايق. بس من الجملة بتاعت هلحق إعلان دي هبدأ أقولك طموحاتك إيه؟ عايز تبقى إيه؟ عايز ادخل اعلام قسم صحافة، اللي هو بحيث ان انا انمي موهبة الكتابة، ابقى روائي نفسي في الموضوع ده فعلا. بدأت دلوقتي ان انا ابدأ في رواية كبداية عمل جديد، بس لسه ما بدأتش فيها قوي يعني. بس فانا كنت عايز ادخل صحافة عشان ادعم الموضوع ده. هسيب هدخل صحافة ورواية وهروح لهنا على بال ما تحضر لي روايتك دي، ما تخافش مش هنسرقها ومحدش هيسمعنا، ياخدها دي بتاعت محمد إبراهيم. بس هتتكلم شوية معايا على فكرة الرواية وكتابة النص الروائي، عشان في ناس كتير جدا صحفيين دلوقتي بيتفرجوا عليك، وناس كتير من أصحاب كتب دار النشر ودور النشر في مصر. هو انا بصراحة لسه ما حطيتش الفكرة قوي، ادينا فلسه. ادينا كده يعني حاجات كده عموميات، أنا بفكر في كذا ونفسي أعمل طيب كذا. تمام أوكي روح ماشي. لهنا. هنا بدأت امتى معاكي الرسم؟ هو الرسم الحقيقة بدأ من وانا صغيرة، كنت في الأول ببدأ أرسم بحاجات بسيطة اللي هي اللي هو الراس والعصاية والحاجات دي، بس بعد كده ابتديت أنا أجيب من على اليوتيوب وأتعلم خطوة بخطوة ويعني أطور الرسم بتاعي. حلو قوي. المدرسة كان ليها دور في ده؟ لا هو يعني إيه، الحقيقة لما يكون عندي حلم بطوره أكتر من المدرسة، لأن المدرسة طبعا عدد الطلاب فيها كبير قوي، فأكيد مش هتمسك طالب طالب وتهتم بيه زي اهتمامي أنا الشخصي بالموهبة بتاعتي. حلو. طب انت ازاي بتنمي ده؟ يعني بتروحي كورسات ولا بس ان انت بتسمعي حاجات على اليوتيوب؟ هو الحقيقة انا لسه عايزة اروح كورسات، لكن انا بجيب من على اليوتيوب بقلد اي رسمة عجباني، بحاول اقلدها بدقة على قد ما اقدر، بستخدم ادوات بسيطة. يعني طب الرسمة اللي قدامنا دي بتتكلم عن ايه؟ دي انا كنت رسمها وانا صغيرة الحقيقة، دي سيدة ام كلثوم الله يرحمها وانور السادات، طبعا دول بيمثلوا طبعا حاجة كبيرة قوي في مصر. طبعا ام كلثوم كوكب الشرق الاوسط، وانور السادات حرب بطل الحرب 66. والسلام. اعدلي اللوحة شوية يا هنا بعد اذنك. دي انتي اللي رسمها يا هنا؟ وانا كان عندي 6 ابتدائي، كنت عندي 12 سنة يعني 6 ابتدائي، ياه. وكنت رسماها. طب ممكن تقولي الخامات اللي انتي استخدمتيها فيها ايه؟ هو قلم رصاص، قلم يونيون بوث، تمام وبس. ده كل ده اجتهاد ذاتي يعني، انتي لوحدك من غير ما حد بيعلمك؟ لا من غير اي حد يعلمني، عشان حابة الموضوع. حلوة اوي، رائعة يا هنا، جميلة ومشروع فنانة رائعة. بس ان عايزين ننمي ده بقى، يعني شاء مش الله عايزين نقف ان احنا بس ان احنا بنتفرج على اليوتيوب او ان احنا بنشوف هواية بالعين، لا احنا عايزين ننزل ونشوف مكان متخصص لصناعة النجوم اللي زيك، عشان نشوف بعد كده بكرة عندنا حاجة رائعة. محمد صلاح انتي اللي رسمه؟ ايوه انا اللي رسمها الحقيقه، عشان هو طبعا يعني محمد صلاح حاجه كبيره قوي في مصر، يعني قلت لازم ارسمه، يعني مش هينفع كده يعدي عليا بيستاهل. واستخدمت برضو ادوات بسيطه، قلم رصاص، وكنت يعني بندج الالوان وخلاص بس. حلو قوي. فكره هنا بص في وسط الكلام قالت ايه، حاجه كبيره قوي وما ينفعش تعدي علينا كده بالسهل. محمد صلاح بيمثلك ايه؟ محمد صلاح يعني بيمثل او طموح كل شاب نفسه يوصل، ان هو كل شباب فعلا بقت عايزة توصل لمحمد صلاح ونجوميته دلوقتي. ان هو وصل في ظروف صعبة زي ما كله دلوقتي في ظروف صعبة، ان هو وصل من حاجة صغيرة قوي نادي المقاولين العرب لحد ما وصل اللي راح دلوقتي بقى في انجلترا هداف الدوري الانجليزي ومكانة كبيرة يعني. بقى كله دلوقتي بقى يتمنى ان هو يبقى زيه او يوصل للمكانة اللي هو وصل لها دلوقتي. حلو قوي. فكرة ان محمد صلاح بقى ملهم لكثير من الشباب في سنكم واصغر منكم واكبر كمان، دي حاجة احنا بنفخر بيها وبنخلينا مصدر سعادة، وان احنا اكيد بكرة احسن. أكيد محمد ايه روايتك اهم يعني، انت وانت صغير اكيد كنت بتكتب. لا أنا بصراحة بدأت الكتابة من تانية ثانوي بالظبط، يعني بقالي سنة وكم شهر أهو اللي بدأت الكتابة فيها. ايه اول رواية كتبتها؟ ما بدأتش بروايات بصراحة، أنا كنت بادئ الأول كتبت مقالين عن حوزة والاحتياجات الخاصة في مصر، بس ما نزلوا على السوشيال ميديا، فما لسه طبعا بادئ فما خدوش ما طيب ادي تعرفوش فرصتك، شوية. فرصتك وجات لك، انت نزلتها على السوشيال ميديا وما اتشافتش كتير، فممكن بقى تكلمنا عن الرواية دي او المقالة دي وتقول انت كتبت فيها ايه وكنت بتهدف منها ايه. هو انا بصراحه كنت كاتب في اول واحده خالص، كتبت ان انا ان الحاجات مجموعه مطالب ان انا بطلبها من الدوله بحيث ان هي يعني تتسمع او ان الناس تتسمع الكلام منها، ويتخذها مثلا حاجات ليها خاصه بالقوانين، الرمبات اللي في الشوارع، الاماكن، المباني المجهزه، نبقى لينا حقوق في الشغل، نتعامل عادي. دي كانت اول واحده. التانية بقى نزلتها عن نظرة الشارع أو المجتمع المصري لواحد عنده إعاقة أو كده، اللي هو نظرات الناس في الشارع ونظرات الناس الكبيرة بالذات
فده اللي انا اتكلمت عنه في المقالين، كانوا من سنة تقريبا. وكان هدفك من ده ايه؟ يعني وعي بس، ولا ان انت تحرك حاجة وتخلي حاجة تتغير؟ هو كان الاتنين، التاني كان وعي عشان الناس نفسها تبقى عندها وعي للموضوع، والتاني كانت الحكومة انها تبدأ في الموضوع، عشان بدأت الاحظ ان الموضوع بدأ يزيد، او العدد بتاع ذوي الاحتياجات بقى يزيد ل 15 مليون ولسه ما اتحركناش قوي. فده انت اللي عارف ان في لفت قوانين نظرنا. دلوقتي في مجلس النواب بتتعرض ليه؟ هو المفروض ان في قانون نزل، بس لسه اللائحة التنفيذية بتاعته اتأخرت. لسه المفروض كانوا قايلين انه نازل من نص من الشتاء السنة دي، حقيقي في شهر مارس. ولسه قالوا انه لسه ينزل في نص 8، فمش عارف متأخر ليه. المفروض ان هم يعني يعجلوا في اللائحة التنفيذية انها تنزل اسرع من كده. هي انا مؤمنة جدا بدور الدكتورة جهاد ابراهيم في عضو مجلس النواب ومسؤولة عن ملف ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤمنة جدا بدورها ان هي بتحرك الساكن، يعني على طول بتجري ورا ان القانون ده يتم اصداره بشكل سريع. فاحنا بندعوها هنا من برنامج مدرسة على الهواء، بنقول لها احنا مؤمنين بدورك داخل مجلس النواب، ويا ريت تسمعي تشوفي محمد محتاج ايه داخل اللائحة التنفيذية، عشان ده اكيد زي ما محمد قال مش مطلبه هو لوحده، ده مطلب 15 مليون مواطن مصري ليهم حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة. محمد ده كان هدفه الوعي. عايز ايه من المجتمع؟ من المجتمع كسلطة انت ولا ك دلوقتي داخل اعلام صح؟ تمام. نفسك لما تخش اعلام تخش انهي قسم، ويبقى ليك حقوق جوه شكلها عامل ازاي؟ المفروض ان انا كنت ناوي على قسم صحافة، بحيث ان انا ادعم موهبة الكتابة، عشان ما يعني ما بقاش انا بتعب في حوار تنميتها لوحدي، تمام. بحاجة ادخل منها تنمي بس. فهو يعني اللي طالبه ان ندخل الكليات زي ما بقى لينا حقوق في الكليات عادي، مش يعني ما نصعبش الدنيا شوية برضو، حتى مش علينا احنا بس، على الكل يعني. ما يبقاش تعب السنة كلها وبسبب مجموع او تنسيق ان انا اضيع حلمي، وبرضو تبقى الدنيا بتصعب اكتر. طيب ده حقك، يعني انا شايفة انه محمد صاحب ال 93% امتحان امتحانات عادية، وبالمناسبة محمد امتحن في لجنة خاصة، يعني صح يا محمد؟ يعني كان في حد بيكتب لك وانت حد بيكتب لي عشان ما بقدرش اكمل الامتحانات كاملة كتابة. صحيح واجهت صعوبة في ده؟ في الموضوع ان انا مالي شوية بصراحة، ان انا ما كنتش يعني، انا كنت قبل كده كنت بقدر اكتب اكتر من السنين اللي فاتت يعني، بس السنة دي ما قدرتش اكتب. امتحانات الثانوية العامة بتبقى كبيرة والمنهج كبير والامتحانات اسئلتها كبيرة، وبالذات ان انا كنت ادبي، فالحاجات مقالية شوية، فما كنتش متدرب على الموضوع ده قبل كده. محمد انت بطل، يعني خليك كل انت. المقاييس انا شايفاك بطل في وجهة نظري ووجهة نظر كتير من اللي بيسمعونا وبيشوفونا دلوقتي. محمد فعلا بطل، مش بطل بس في التفوق، لا ده بطل في حاجات كتير جدا، وهنسمعها معاك وهنشوف انت بتعزف على ايه وبتعمل ايه. بس هروح لهنا. هنا بعد الرسم انت ليكي مواهب جنب الرسم صح؟ زي ايه؟ زي الكتابة وزي الغنى، حلو. بقرأ محضرة لنا قرآن حاجة؟ برضو كويس بالتجويد. حلو قوي. محضرة حاجة تقوليها لنا؟ أيوة محضرة آية سورة ممكن أقراها، ومحضرة أغنية. طيب تبدأي بإيه؟ هبتدي بالسورة، سورة تفضلي الضحى. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. رائعة رائعة، وصوتك ملائكي جميل جدا، شكرا. يعني انا حسيت انه يعني احنا فعلا في حتة من السماء وانتي شكرا بتغطيلي. حضرتك. بجد صوت ملائكي جميل جدا. محمد مش هسيبك النهارده، سمعت ان انت بتعزف ازاي بقى؟ لا ما هو يعني عقل، يعني متفوق بتذاكر، في ناس بتدعمك وماما وبابا واختك ليهم دور عادي عزف. يعني هو بدأ الموضوع من بالظبط من تالتة إعدادي نهايتها. أنا كان نفسي ألعب درامز شوية، بس ما القدرة الفيزيكال ما قدرتش إن أنا أعمل الموضوع ده. فكان ليا واحد زميلي يعني كان بيلعب أورج وكده، فحطني
حط الفكرة قدامي واتشجعت فعلا، وبدأت ان انا أبدأ فيها. من قعدت فيها يجي سنتين كده، وبداية ثانوية عامة قعدت شوية عشان مذاكرة وكده، ما كانش في دماغ ان انا اقعد مزيكا جنب المذاكرة بس. لا كفايه المذاكره. صحيح، بس بس رائع يعني. انا مش عارفه اتكلم يعني حقيقي، كلمات تايهه مش عارفه. يعني انا قدام فعلا يعني معجزه الهيه، انه في قدره قد ايه، عنده اراده قد ايه. محمد مش يعني مش مو يعني انا عندي ضمور في العضلات بس هعزف بيانو، يعني انا مش فاهمه ازاي. ازاي محمد يعني ازاي عندك يعني، هو الاراده فوق كل حاجه، بس ازاي بتوصل لفكره انه انا هعمل ده وبعمله؟ هو انا بصراحه فكره ضمور العضلات انا مش شايفها ان هي موجوده اساسا. يعني انا بتعامل عادي في حياتي كلها، كل حاجه فكره ما بحطهاش قدامي، بقى سايبها زي ما هي كده وعايش حياتي عادي. مش مهم يعني ان انا مزيكا عادي، عايز انا عايز حاجه بعملها. حلو وطبعا قوي. في صعوبات شويه بس بحاول يعني قدر الامكان ان انا اوصل للي انا عايزه. وبكلمة محمد ده اوصل للي انا عايزه. هنطلع فاصل ونرجع نواصل حلقتنا تبعونا. رجعنا لكم تاني، والمرة دي مع هنا ياسر. هنا موسوعة يعني تمثيل، غناء، متفوقة دراسية. تحبي نبدأ منين؟ لك عايزة انا حابة التفوق الدراسي علشان انا شايفة انه هو المدخل اللي مخليكي في كل ده رائع، فاتفضلي. هو الحقيقة الفضل يرجع إلى ربنا أول حاجة، ووالدتي كمان عشان هي كانت بتتعب معايا جامد جدا في الدراسة، كانت بتكتب لي ملازم وكانت بتساعدني في المذاكرة وتحفظني، كانت بتتعب معايا جامد جدا. انتي في تانية اعدادي وطالعة تالتة اعدادي، راحت تالتة إعدادي. صح أيوة كده؟ يعني هنشوفك من متفوقين مدرسة على إن الهوا شاء الله ان شاء يعني يا الله. رب. وأنا الحقيقة في أولى إعدادي الحمد لله ربنا كتب لي إن أنا أطلع الأولى على الدفعة أو الأولى على المدرسة، يعني في أولى إعدادي وفي تانية إعدادي، وإن شاء الله النتيجة تطلع يعني مبشرة الترم ده وأبقى الأولى. ان شاء الله ده شيء يسعدنا، وساعتها هنكرمك هنا في مدرسة على الهوا. شكرا. طيب خلينا نروح من التفوق الدراسي للتمثيل. ازاي يعني، ازاي غنى وتمثيل وانشاد ديني، يعني كل ده بتعمليه ازاي؟ الباقة الحلوة دي ازاي؟ هو الحقيقة يعني هي بتبقى يعني الإنسان مخلوق بالموهبة دي وبيحاول هو ينميها. يعني مثلا أنا بحب كل حاجة متعلقة بالفن، بحب قوي إن أنا أقلد الأفلام الكوميدية، أفلام اللي هي فيها دراما شوية من النوع ده. وإن شاء الله يعني في فيلم بنكتبه أنا وأصحابي إن شاء الله هنعمله. رائع. انتي واصحابك أيوه يعني عاملين جروب كده حلو جدا، مش محتاجين منتج. هاي بنوركوا على منتج دلوقتي على الهوا. احنا لسه أول فيلم لينا فإن شاء الله. حلوة قوي الصورة اللي احنا شايفينها دي. هنا دي مين بقى هنا؟ هي يعني انا قلت لحضرتك برضو ان انا اي صوره بتعجبني مثلا بحب اقلدها، فدي صوره كانت عجباني فقلت ان انا اقلدها. ايه و الخامات اللي انتي استخدمتيها فيها هنا؟ هي الوان عاديه، فيبر كاسل وقلم رصاص وبس، حاجات بسيطه جدا. حلوة قوي، رائعة. انتي المرة الجاية هتيجي معاكي شوية بورتريهات من دي، وما تقلقيش يعني هنعمل لك دعاية واعلان جميل جدا. ان شاء الله. وايه ايه الجمال ده بقى هنا؟ كلميني على الصورة اللي بعديها. دي كانت برضو صوره كنت رسمها وانا صغيره، بس كانت مكانش فيها اي الوان من الحاجات دي، فانا كنت عايزه اظبطها فجبت الالوان قعدت الون واظبطها. حلو قوي. طيب معانا صورة تاني لهنا. طيب على بال ما نجيب صورة تاني لهنا، هروح مع محمد. كل واحد فينا وراه كده في حد بيدعمه، سر نجاحه، أيقونة تفوقه. مين في حياتك بتدين له بهذا الفضل؟ بصراحة يعني الأسرة كلها عندنا، البيت كله، ماما وبابا وأختي كلهم كانوا معايا من وأنا صغير، أو من بداية ما تعبت بالظبط كانوا هما كلهم في ظهري. ما حسيتش إن في حاجة ناقصاني أو حاجة، وكان دايما بيدعموني كأني حاجة أكبر من كده طبعا. وعندنا مدرستنا في كذا مدرس بالذات في مرحلة الثانوي، كان بدأت بقى لما المواهب تظهر بدأت الدعم يزيد أكتر، وبدأت إن أنا برضو أكبر وأبقى اجتماعي أكتر، أتكلم مع الناس أكتر. فكان مديرة المدرسة وكذا مدرس معينين كده في المدرسة كانوا هما دعم ليا. حلو قوي. انا شفت بوست جميل قوي معمول لك في المدرسه، مديره المدرسه فرحانه بيك جدا، الاستاذه فاطمه، بنكمل لها كل الاحترام والتقدير على مجهودها الكبير جدا ودعمها الكبير لمحمد. ميس فاطمه بالنسبه لك ايه؟ ميس إيباء، ميس إيباء. ميس إيباء مديرة المدرسة، هي بصراحة ما بنعتبرهاش مديرة مدرسة خالص، يعني بالنسبة لنا أم، أو هي كانت مدرسة معنا، بالنسبة كانت بتدرس لنا قبل كده في المدرسة، فهي ما كناش بنحس ان هي خالص مديرة مدرسة، ما كانتش بتعاملنا من المنطق ده خالص. معادي وحفلات في المدرسة، تكريمات، كانت بتعاملنا كلنا كأننا أولادها بالظبط. رائع جدا.
مين تاني توصل له رسالة شكر؟ على فكرة ده دبلوماسي يعني، بالإضافة للإعلام محمد ممكن ينفع يشتغل في سياسة واقتصاد لأنه راجل دبلوماسي يعني، محبش يزعل حد، بابا وماما وأختي وأصحابي. مش فكرة تزعل حد، بس هما فعلا كان كلهم كان ليهم فضل فلازم نذكره يعني. حلو قوي، رائع يا محمد، انت حد جميل جدا ربنا وانا فخوره يخليك يا جدا انا مصر، قاعده قدامك بالامان. ربنا يخليك يا مصر. حلمك لبكره ايه؟ بكرة على المستوى الشخصي وعلى المستوى انت هتكون هو ترس جوه آلة، تمام، حابب تكون فين؟ هو المستوى الشخصي المفروض يعني الصحافة ان شاء الله يعني، وابدأ روايتي ابدأ اكملها وتنزل ان شاء الله في دار نشر كبيرة. ده بالنسبة لي أنا. بالنسبة للمجتمع، لا في حاجات كتير بصراحة يعني، مش عارف حاجة معينة بالظبط، بس في كذا حاجة محتاجين إن يعني يبقى أحسن، وبكرة يبقى أحسن بيه هي هتبقى احسن بيكم ان شاء الله يا إن محمد، شاء طول الله. ما فيها ابناء زيك يا محمد وزي هنا وناس كده يعني. انا فخوره جدا انه يبقى عندنا التفوق العلمي والثقافي والادبي وكمان الفني، دي حاجه بتشعرنا بالفخر. هنروح للجزء الحلو النهارده وحته الغنى، سمعت كده انك صوتك حلو قوي، مش بس يعني في الترتيل والانشاد الديني لا كمان. على قد الايد كده. حضرنا ايه يعني؟ هي الاغنيه اللي هو اعلان زين اللي كانت جايه في رمضان، حبيتها قوي الصراحه عن الدول العربيه، فانا حابه ان انا اغنيها. تمام. سيدي الرئيس، رمضان كريم، وأنت مدعو على الإفطار، إذا وجدت بيتي في الدمار، وعادت أمي من الطابور بخبز وقلب مكسور، وأذنت مساجد ورنت الكنائس، جيران في الله أبواب بلا حال، ووصلت مراكب الموت إلى أرض الأحلام، دون أن يصبح الأطفال قضية رأي عام. سيدي الرئيس، أنا لا أنام، كلما أغمضت عيني أسمع انفجارا، يشتعل سريري دخان ونارا، ويخرج الخوف من باب الدولاب، وتبكي الأغاني وتنزف الألعاب. سيدي الرئيس، تنزف الألعاب. هبلاتنا رائعة رائعة بجد يا هنا، جميلة جدا وصوتك جميل، وزي ما قلت لك كده في من الأصوات الناعمة. أنا متوترة شوية كده. لا لا، أنا عايزاكي تاخدي راحتك خالص، وأنت عارفة مدرسة على الهوا ده بيتك، فمش غريبة على المكان يا هنا، وانت من الناس اللي دايما كانوا معانا وشركاء في نجاحنا. فاكرة ان انت كنتي معانا في سر التفوق وانت كنتي صغيرة كده، خلاص انت كبرتي بقى فخدتي علينا. محمد، نقطة الانطلاقة عندك منين؟ فكرة بقى ان انا عايزة ابقى كاتب صحفي، شايفة هتبدأ عندك منين؟ ابقى كاتب، انا شايف ابداها منين؟ شايفها منين؟ لان في ناس دلوقتي سمعانا ومستنيه تشوف البراعم الصغيره الشابه دي، عشان انتوا بيتم ايه انتقائكم بعناية، فانت شايف بدايتك فين؟ من مكان يعني، مش بصراحة مش يعني ما كنتش بفكر فكرة ان ابقى مرتبط بمكان معين، كل فكرتي ان يعني ابقى شغال، اخد حاجة ابقى شغال منها حر، تمام. بحيث ان انا في البيت كتابة مش محتاجة مكان معين، طبعا بجانب الشغل التاني، بس كتابة مش محتاجة مكان معين، في اي مكان هقعد اكتب، واي دار نشر هبعت له الحاجات وسهل انها تنزل، وهبقى انا اشتغلت من وانا في مكاني برضه. حلو قوي، ومش هيسبب لك اي ارهاق اه في ظل الظروف والتحديات اللي بتواجهك طول ما احنا مش مهيئين مثلا يبقى في مكان ولا مكان ان انت تتحرك بسهولة يعني. لو انا قلت لك دلوقتي عندك عرض مثلا كبير جدا جالك واحنا مثلا على الهوا دلوقتي، اكيد هقبله طبعا. بدون تردد. العرض بدون تردد، انا واثقه كتير بعد الحلقه على فكره هيجي لك عروض كتير، بس بفتكر ان مدرسه على الهوا يا محمد. لا افتكر في العيش. تمام. طيب خليني اروح لهنا. هنا انت ازاي بتنظمي وقتك ما بين الدراسه، انت فائقه، وبين المواهب زي الغنى والتمثيل، وكمان انت بتكتبي؟ بمثل وبكتب مع وبتكتبي كمان يعني، عندك سكريبتات تكتبيها، ازاي بتوافقي ده كله؟ هو الحقيقه انا في الاجازه ببقى مستغليها للمواهب بتاعتي، مثلا اللي هي غنى وتمثيل وكتابه، بس الكتابه ابتديت ان انا انميها من السنه دي اكتر،
تمام، انما في اوقات الدراسه ببقى منتبهه قوي ليها. طب استني كده، الكتابة بدأت تنميها، كتبتي ايه؟ كتبت كده قصه بتدور احداثها ان هو صديقتين يعني رايحين تاني اعدادي، هما اصحاب جامد جدا من النوع اللي هما ساكنين جنب بعض وكل الدنيا اللطيفه دي. اول يوم دراسه هتقابلهم واحده اسمها مروه. الحقيقه بقى ان هدور احداث القصه باختصار قوي ان في مدرسه في المدرسه دي هي ما عندهاش ضمير، هتكون بتكره ام صاحبه من الصاحبتين دول، فكون بتدي مروه مخدرات عشان هي تشربها. هي ايه قصه صادمه قوي. مأساوية. هي مروه اصلا باباها ومامتها منفصلين، فمفيش كمان اي رعايه، هنا رائع هنا. فمفيش اي رعايه ليها، فالميس دي هتستغل الموضوع ده عشان مروه تنفذ لها كل اللي هي عايزاه. ياه. فالمهم هي عشان طبعا عايزه اي جرعات من الحاجات دي، فهتنفذ لها هي اي حاجه هي عايزاها، فهتفرق بين الصاحبتين دول. ولكن في الاخر طبعا التلاته اللي هي البنت اللي اسمها مروه والصاحبتين هتحصل ما بينهم طبعا مشاجرات ومقالب وكل الكلام ده، بس في الاخر هيبقوا صحاب في الاخر ويطلعوا من الاوائل. طب هي يعني لطيفه. هي حلوه قوي الحبكه الدراميه الاخيره اللي هي ان هما تحدوا الظروف وبقوا حلوين، بس النص ده هنا صعب قوي. يعني انا مش متخيله هنا انه في تانية اعدادي يبقى فيه الحاجات الصعبه قوي دي. في لا يا هنا، لا انا مش في مدائق، في لا حاجات لا كتير قوي. لا يا هنا مش متخيله. بس عايزه اقول لك انه انت بدايه كاتبه رائعه، واكيد اطلقي لعنانك الفكر، واكيد ان شاء الله هنشوف اسمك كبير في يوم ان من شاء الايام. الله. محمد الكاتب الصحفي الصغير الناشئ صاحب ال 18 عام. 18 صح؟ اه صح. شايف نفسك فين بعد 10 سنين؟ مش هقول لك 5 عشان 5 دي يا دوبك تبقى لسه متخرج. 10 سنين ممكن مش هحط خطة مستقبلية بعيد لازم، قوي مش كده. هسيبك النهارده في مدرسة على الهوا الا لما نحط خطة مستقبلية لمستقبلك بعد 10 سنين ككاتب صحفي. بعد 10 سنين يعني ممكن مثلا، اكيد طبعا اكون لو اتخرجت من الكلية مش لو، هو حضرتك هتكون ان ماشي. شاء الله رجعت اتخرجت. الكلام ما تقلقيش. يعني ابقى كاتب صحفي كبير روائي، ابقى ليا ان شاء الله يعني كنت نزلت كام رواية حلوة في فترة ال10 سنين دول، وبقى الحاجات التانية بقى مش عارف هتبقى هتوصل لايه، هكمل فيها او لأ، او اشوف حاجة تانية او اطور دي. فلسه ما ياخدش حاطط خطة مستقبلية ال10 سنين قدام اوي يعني. لا النهارده لازم نعمل ده، لازم اقول انا فين بعد 10 سنين، عشان البلان اللي انا هرسمها لنفسي دي هو الطريق اللي هروح ستيب باي ستيب، خطوه بخطوه كده لحد ما اوصل لنقطه ال10. فلازم النهارده نعمل ده مع نفسي كده في ورقه صغيره، كل الناس اللي بتسمعنا تعمل كده. الهدف مش صعب تحقيقه، بالعكس احنا كل واحد فينا لو حط خطه خمسيه يعني 5 سنين او خطه طويله الاجل اللي هي 10 سنين، وبدا يفكر انا النهارده في المكان ده والنهارده انا عندي امكانيات زي محمد 93%، يعني اي كليه هتقول لك لو سمحت تعالى اتفضل احنا محتاجين محمد وسطينا، يبقى انا محتاج ان انا اخطط لمستقبلي. انا بكره فين؟ انا بكره فين دي مهمه قوي يا اولاد. لكل بيسمعونا لازم نجيب ورقه صغيره كده ونبدا نكتب عليها حلمنا. انا حلمي ان انا مش حلم بس، انا بعد 10 سنين هكون في المكان الفلاني، هيكون ده مكاني، هكون موجود في جريده كذا، في جريدة قومية زي الأهرام وزي الأخبار، هكون جريدة عالمية، ليه لأ؟ صح ولا لأ؟ صح. مع محمد هنطلع فاصل ونرجع نواصل حلقتنا علشان نكمل رواياته ونشوف هو كتب ايه وقرأ لمين وازاي تشكلت الشخصية الجميلة دي، وهنشوف هنا ازاي الفنانة الجميلة دي رسمت صور حلوة. فاصل وهنرجع نواصل حلقتنا. قدوة الحسنة طريقك للنجاح، هشوف هنا واشوف مين قدوتها وازاي رسمت طريقها عشان تنجح في مستقبلها. هاي هنا، مين قدوتك في الحياة؟ وانا الحقيقة حلمي اللي انا يعني حلمي بعيدا خالص عن الفن وعن كل الحاجات دي، عايزة اخش كلية طب بشري قسم امراض نساء. حلو تمام. فقدوتي بقى في المجال ده طبعا دكتور مجدي يعقوب، عشان هو طبعا مجال الطب بصفة عامة، عشان دكتور مجدي يعقوب في جراحة القلب. ايوه بالظبط. تمام. فهو يعني مش عشان هو في مجال جراحه القلب فهو قدوتي، لا عشان هو دكتور كويس جامد جدا وعمل مستشفى في اسوان بحيث ان الناس اللي هم في انحاء العالم يجوا لمصر وبالتالي ينشط السياحه، ودي حاجه كويسه قوي، عشان كده انا بعتبره له قدوه ليا. حلو قوي. القدوه الحسنه دايما فعلا طريقنا للنجاح. شفتوا لما بيبقى في عندنا رموز قوميه زي السير دكتور مجدي يعقوب بيبقى ملهم لكثير من الشباب الصغير اللي احنا بنشوفه وبنقابله هنا، سواء في برنامج مدرسة على الهواء أو سواء بنقابله في حياتنا. محمد مين قدوتك؟ قدوتي في الحياة عموما هو طبعا يعني
في الحياة العامة الرسول طبعا ان انا ابقى يعني نوصل لحاجة من اخلاقه او حاجات اللي كان بيعملها في حياته العامة. بالنسبة بقى في الحياة دلوقتي كان ستيفن هوكينج عالم الفيزياء الفلكية، ده كان اكتر واحد كان كنت باخد منه دفعة كبيرة، وبدأت احبه من وانا عندي 14 سنة تقريبا، واقرا له واعرف حاجاته واقرا عن اعمال اللي عملها والكتب بتاعته والكلام ده كله. حلو قوي، رائع. آه محمد، انت كنت ادبي اه صح؟ 93 دي ادبي، اه تمام. تمام. آه وانت بتذاكر ادبي كنت حاطط اعلام قدام عينك انا كنت ولا كان في خطة بديلة؟ بصراحة ما حط ما خ... يعني ما كنتش حاطط خطط بديلة قوي، ان انا كنت من ثانية ثانوي انا كنت داخل ادبي ما كنتش حابه قوي، فقلت لازم استفاد منه بحاجة. لما بدأت الكتابة تطلع قلت ما فيش حاجة تنفعني الا اعلام. الاول فكرت في سياسة واقتصاد شوية، بس قلت ما ملهاش مجال في مصر قوي في الفترة دي، فقررت ان انا اعلام يعني. تمام، يعني انت مقرر من اول يوم ليك في الثانويه العامه او من اول يوم قررت فيه انك من تبقى اول يوم ادبي، دخلت ادبي من اه تانية ثانوي. ان انت خلاص انت الاعلام هو طريقك. انا بنشد على فكره كل كليات الاعلام في مصر وكل الجامعات المصريه محمد اكتشاف. محمد مش بس ال 93 دي جايه من مذاكره او لا، هي جايه من اجتهاد واراده. فانا برشح محمد لاي جامعه في مصر تتصل بينا دلوقتي وتقول احنا عايزين محمد في كليه اعلام، بصرف النظر عن التنسيق وبصرف النظر عن ان يكون في قيود. هو كسر القيود، يعني انا في وجهه نظري محمد كسر القيود اللي كانت عليه. ما كانش ليه اي علاقه بانه يبقى عنده ضمور في العضلات، يعني هو ربنا سبحانه وتعالى اداله ده وهو رضى بده وبقى عنده اراده اقوى من انه يحقق ويكسر اي حاجه. فانا شايفه انه محمد نموذج مشرف جدا وهيبقى اضافه كبيره جدا لاي كليه اعلام تتصل بينا دلوقتي وتقول انا عايزه محمد عندي، لانه محمد ده هيبقى ليه مستقبل وهيبقى ملهم لكتير. يعني انا قلت الجزء ده كله والتقرير ده عشان اقول ان محمد هو قدوه حسنه لكتير من الشباب اللي شايفين انه لا ده في حاجات وحشه، في مستحيل، في مش هنقدر نحقق ده. لا ده محمد حقق ده وكسرت كل القيود. انا شايفاك يا محمد، عارف وانت بتكسر كل حاجه كده تجري تنطلق، انا شايفه ده وهتعمل ده بنجاح، انا واثقه إن شاء الله ان شاء الله يا إن محمد. شاء الله. قدوتك؟ هو قدوتي في الحياه طبعا احنا قلنا دكتور مجدي يعقوب، ايوه. لكن انت دلوقتي لسه في المرحله اللي هي قبل تحديد المصير، يعني قبل ما نبقى احنا عايزين نبقى ثانوية عامة علمي علوم عشان نطلع كلية طب. دلوقتي انتي شايفة مين بتحاولي تبقي دايما شايفة فيه خصائص وسمات كويسة بصرف النظر عن المجال العلمي في المجال الحياة؟ مجال الحياة طبعا هي أسرتي، بابايا ومامتي طبعا. هما قدوتي في الحياة بلا شك. بحاول أبقى زيهم بقى طبعا، أي حاجة يعني ببقى عايزة أخد رأيهم فيها بدوني رأيهم. أي حاجة مثلا مترددة أعملها ولا لأ، سواء برضو كانت في المجال العلمي أو في المجال الفني، الرسمة دي كويسة ولا لأ، طب السطر ده في الكتابة كويس ولا لأ. حلو، كتبتي ايه هنا غير القصة اللي انتي كتبتيها لاصحابك اللي هم البنتين كتبتي حاجة تانية؟ ما أنا بحاول أكتب شعر بس الحقيقة، أو أغاني، ألف أغاني بس هي مش بتظبط قوي مني، يعني ايه لسه في البدايات. طب انتي عندك أغاني تانية محضرها لنا؟ في أغاني تانية؟ في أغاني وطنية عندك؟ هو في أغنية تركي على انجليش على عربي على اردو. ازاي التركيبة دي؟ ازاي حافظاها؟ في المدرسة كانوا مديها لنا، اها. هي طب طويلة شوية بس يعني. طب ممكن تقولي لنا منها جزء؟ حاضر. جنلر دي هسرتن بر يوركلر اشكن لتشر بر سينسي الدنيا بيس لاريدا سيلم سانا ايكو دويا يور سميشن فيث ان بيشنس يو كونفي ذا نوبل مسج برو ذيس لايت ثرو يور جايدنس بيس بي ابون يو ماي بيلافيد يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. رائع، انت لو ما كنتيش قلتي الجزء العربي انا ما كنتش هفهم طبعا خالص وكنت قاعده مش فاهمه ايه اللي بيتقال ده، يعني في كلام انجليزي في النص بس انا مش قادره اترجمه مع الايراني لا. جميل جميل، وما زلت بقول لك صوتك حلو. شكرا محمد.
هنروح فين بعد الحلقة دي؟ فين كايه؟ ككل حاجة يعني، هنروح فين بعد الحلقة؟ يعني بعد ما تخرج من هنا هتكمل كتابة ولا هتكمل عزف ولا هتكمل ايه بس؟ هكمل كله مع بعض. ناوي كله مع بعض، ما مش عايز اوقف حاجة من الحاجات دي لحد بقى ما اشوف بعد كده ممكن اوصل لحاجة احسن او اغير حاجة منهم، بس الكتابة متمسك بيها مش هتتغير. لا حلو قوي الكتابة، عشان هي انت ميال للكتابة اكتر. مش اكتر، انا يعني لقيت نفسي ان انا بعرف اكتب فيها، وكان بالنسبة لي يعني سهلة شوية. كان نفسي يا محمد بصراحة يعني مش بس مصر تتفرج علينا، لا كتير كمان من الدول بره تتفرج انه احنا عندنا نماذج كده، احنا عندنا نماذج مش واقفة عند حدها، عندنا نماذج عندها فكر وبراعة وعندها كمان حلم وطموح كبير. بتعمل ايه في الاجازة؟ دلوقتي انا كنت الاجازه متعطله من بعد ما خلصت ثانويه عامه عشان ليه؟ التنسيق والمجموع، كنا مستنيين ولسه برضو ما فوقناش من التنسيق. تبدا بقى الاجازه لما ادخل الكليه بعد التنسيق، وابدا بقى اجازتي. هتبدأ اجازتك بعد التنسيق. اه طب رجاء تاني لكل كليات الاعلام في مصر، محمد انا عايزه مش بس يبقى اكتشاف حلقه مدرسه على الهواء النهارده ويبقى نموذج مشرف لكل جامعه ان هو يكون عندها نموذج زي محمد، لا فعلا محمد مكسب لاي مكان يتواجد فيه، محمد نموذج للاراده، والاراده دي مش كلمه سهله، بالعكس دي كلمه صعبه جدا. ازاي يبقى انا عندي قيود ومش قادر اتحرر منها، بس بفكري وارادتي ودعم اللي حوالين مني بتحرر. في ناس كتير على فكره ممكن تلاقي اللي يدعمهم، بس الناس دي من جواها مش عايزه تتحرك، لكن انت محمد تحركت وانطلقت وابدعت، فانا سعيده جدا 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 بيك يا محمد. من اكتر الحلقات العزيزه على قلبي هي حلقه محمد ابراهيم وهنا، محمد نموذج للاراده ونموذج للتفوق ومش عارف حاجات كتير، يعني حاجات كتير حلوه كلماتي بتعجز ان هي توصفها. محمد اخر حاجه تطلبها، يعني محتاج مننا ايه كمجتمع وايه كاليات تنفيذ علشان تقدر تساعدك ان انت تطلع لقدام؟ هو احنا كمطالب المجتمع احنا مش فئة بس تمر على درات او فئة ذوي الاحتياجات، لا هو المجتمع كله ليه مطالب، بالذات الشباب اللي يعني الدولة تبقى تبص لنا شوية ان احنا يبقى لينا مكانة اكبر من المكانة شكلها بقى مهمش شوية في الفترة دي. هيحصل وهيحصل ان انا هشوفك بعد شويه في مؤتمر رئاسي للشباب، وانا واثقه من ده وان انت هيبقى ليك مكانه كبيره جدا وهتساعد كثير من الشباب اللي زيك، مش بس اللي عندهم ضمور عضلات، لا الشباب اللي في سنك اللي محتاجين حد يبقوا هم هو قدوه ليهم. يعني انا واثقه من ده تماما، واثقه ان انا هشوفك في مكانه يا محمد كبيره جدا وهقابلك وهستضيفك هنا، بس انت هتوافق ان انت تيجي بقى ساعتها. لا اوافق ان شاء الله محمد هيكون لي مكانه كبيره جدا وانا واثقه من ده تماما، واكيد بالاراده بنحقق كل حاجه، بالاراده بنهد جبال وبنبني وبنعمر وبنساعد في بناء مستقبل زي هنا. هنا في رسمه اخيره انا نفسي تتعرض دلوقتي وتكلمينا عنها عشان دي هتكون ختام حلقتنا الجميله، تختاري انهي رسمه؟ اللي هي البنوته دي. البنوته؟ في عندكم بنوته كده ممكن نعرضها لهنا؟ هي عشان هي الرسمه دي هي احب الرسمات لقلوبها لقلبها، فاحنا حابين نختم بحاجه هي بتحبها. معانا؟ جاهزه؟ طيب على بال ما نجهزها اشرحي لنا الصوره لحد ما تطلع. هي عباره يعني برضو رسمه كانت عاجباني، انا قلت اقلدها عشان تفاصيل شعرها، شعرها ملعبك قوي ومتعب، انا قعدت فيها 3 ايام مش هخلص شعرها يا حبيبتي. طب وليه تخلي حد شعره كويس مش تعبيش؟ دي بقى ايه الفكره من الرسم، انك تختاري الرسمه الصعبه وتحاولي انك تجددي من نفسك بقى وتطوري من نفسك فيها. حلو قوي، تحدي. اه تتحدي من نوع جديد، يعني انا اختار الصعب عشان ابقى متميز فيه، صح؟ طيب تفاصيل تاني في الصوره لحد ما الصوره تجهز معايا. هي شكلها بسيط قوي الرسمه، يعني مش معقده كوش، بس هو كان اللي كان معقد يعني في هو شعر. هي الصوره دي؟ اه. طب ما حلوه، هي مش منعكشه قوي، ده شعرها بس ايه. هو شعرها يعني تفاصيل جامد جدا يعني. بس انتي شفتيها فين دي هنا؟ يعني اكيد بصي صوره على الفيسبوك. على الفيسبوك؟ اه حلوه، صدقيني برضو فيها تفاصيل صغيره يعني شكل العين، هي شكلها زعلان مش شكلها، صح؟ عامله كده اه، ما فيش ابتسامه حتى.
انت جميله يا هنا، وان شاء الله انت مشروع فنانه كبيره جدا، وانا برشح لك ان انت تروحي مكان زي دار الاوبرا المصريه، في مكان هناك مخصص لتعليم الاطفال اللي زيك او في سنك، علشان نشوفهم بكره من علامات مصر اللي بنفخر بيها زي كابتن محمد صلاح. وبشكرك يا محمد جدا ان انت كنت معايا النهارده، بشكر ان انت وافقت ان انت تكون معايا، ومش هنسى ابدا اشكر الداعم الاول ليك وهي السيده والدتك استاذه هناء. انا سعيده جدا ان هي عدت لينا نموذج انا نفسي بحتذى بيك، يعني بجد انت نموذج مشرف جدا يا محمد، وانا كنت سعيده جدا، وان شاء الله يبقى ليك مستقبل، واحنا معاك ومدرسه على الهواء معاك لحد ما توصل لحلمك ان شاء الله. هنطلع فاصل ونرجع نواصل حلقتنا مع مواهب جديدة وفنانات مصريات جديدة، خليكم معانا. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع مواهب شابة. في وجهة نظري قد ايه المواهب دي جميلة، وقد ايه البنات الحلوة دي عندها افكار حلوة جدا، وعندها كمان طموحات لمستقبلها في بكرة. خلوني ارحب بآية فهمي من الإسماعيلية. اهلا وسهلا. ازيك يا آية، عاملة ايه؟ كويسة الحمد لله. مونيكا كيرولوس من القاهرة. اهلا وسهلا. الاثنين عندهم موهبة الرسم، يعني حاجة النهاردة كده رائعة. هبدأ مع آية. آية عرفيني نفسك، وانتي عندك كام سنة، وامتى بدأت معاكي الموهبة دي قبل ما نبدأ نتفرج على الصور؟ أنا آية، من عندي 17 سنة، داخلة لسه تالتة ثانوي. حابة الرسم من صغري، من صغيرة خالص، وكنت برسم اللي هو عادي لو مواضيع المدرسة، بس مش مهتمية قوي. جيت من أجازة أولى ثانوي بالظبط، اللي هو من سنتين، بدات بقى لو حطيت الموضوع في دماغي جدا، واللي هو يعني حبيت، ادمنت الرسم بمعنى اصح. كان يعني حب غريب جدا، كنت برسم كل يوم وبتابع فنانين كتير جدا. يعني ايه، حطيت الموضوع بقى اللي هو خلاص انا هوصل لمستوى معين. حلو. ولسه انا كده في البدايه برضو. حلو قوي، هرجع لك تاني عشان احنا معانا كلام كتير وصور كتير انتي محضراها. بس هروح لمونيكا، بدات معاكي امتى؟ هو اصلا الرسم يعني في دماغي كده، الرسم معناه حياه. الرسم انا بادئه من وانا صغيره، تقريبا من حضانه بس، فاللي هو يعني كنت دايما لما مثلا اكون زهقانه او اكون اي حاجه، اول ما امسك الرسم لا يعني ابتديت احس لا بابتسامه، يعني في طاقه بتتفرغ. صحيح، جميل جدا. واحنا انا شفت حاجات قبل الهوا رائعه، اكيد هنعرضها. بس خليني اعرض اول صوره مع ايه. ايه تحبي تعرضي لنا ايه في الاول؟ اكيد اول حاجه صلاح، يعني ملهم الصغار والكبار. يعني مثال الشاب الطموح جدا. حلوة قوي، حتى الصورة بتضحك، يعني عارفة الصورة فيها إيجابية. ضحكة. حلوة قوي. دي إيه الخامات اللي أنت استخدمتيها فيها، وإزاي وصلتي لإن أنت تعملي كوبي كده بالقلم؟ هو عبارة عن بورتريه رصاص، بس أنا دخلت حاجة جديدة، إن أنا عملت التيشيرت ألوان، اللي هو عمل يعني مزج بين الرصاص والألوان. ده رصاص. حلوة قوي، ثبت لنا، خلي الصورة متثبتة كده عشان تيجي. رائعة جدا. تفاصيل الصورة حلوة، يعني التفاصيل مبهجة. يعني بعيش مع الرسمة يعني. حلوة قوي، جميلة. انت مش سايبة حاجة، يعني حتى لون البشرة بالظلال والضوء والإضاءة جميلة. اتعلمتي الحاجات دي فين يا ايه؟ انا متعلمها ممارسة مع نفسي، وبرضو من سنة ونص تقريبا نميتها بان انا خدت دورة. خدتي دورة تبع حاجة يعني اكاديمي؟ حلو قوي، ليفل 1 اساسيات. حلو. طب انا عايزة بس اسأل سؤال هو مرتبط بالدراسة شوية، انت كنت علمي ولا ادبي؟ انا علمي رياضة. حلو. لسه هدخل تالتة ثانوي. حلو قوي. طيب فكرتي ان انت بقى تخشي مجال الفن ده من الكلية ولا؟ انا حابة كلية هندسة، وهي اساسا يعني اساسها برضو رسم، يعني حتى المعماري اي الهندسة يعني. بس انا رشح لك فنون جميلة، انا نفسي فيها برضو. يعني لا معلش، يعني رقم اتنين في انطباعاتي يعني. لا رقم واحد بالمنظر اللي انا شايفاه دي فنون جميله. بس هي الفكره في ايه؟ ان احنا عندنا كام مهندس وشغال، بس عندنا كام فنان زيك؟ لا هي الفكره محتاجه ترتيب اولويات، ويعني وانتي برضو وارادتك. بس هي الفكره انه انا شايفه حاجات حلوه، وهسيب ايه واطلع لمونيكا. مونيكا نعم. حضرنا ايه؟ وفي رسومات محضراها، في رسومات دلوقتي معايا. طيب هو ايه الجاهز بالنسبه لنا، اللي مع حضراتكم ولا اللي مع مونيكا؟ طيب ورينا مونيكا اللي معاكي. طيب دلوقتي دي في ديت عباره عن. طيب خلينا مع المونيتور يا مونيكا. اوكي تمام. دي كنت بورتري، يعني اللي هو كان في ناس بتقعد تقول لي ارسميني وكيف، قلت يعني اجرب في نفسي الاول. بس فدي الصوره، صورتي اصلا، والصوره بتاع اللي انا متصوراها مع الموبايل، هما الاثنين مع بعض. يعني دي هي دي. حلو قوي.
دي كنتي عندك كام سنة يا مونيكا وانتي بترسميها؟ لا دي يعني عاملاها مثلا من حوالي سنة. كنت بجرب البورتريهات وكده اهوت. لو اتكلمت يعني في البورتريهات واشتغلت فيها وكده. لا ده احنا عندنا مواهب جامدة جدا، يعني انا بدعو كل الناس اللي بتهتم بالمواهب الصغيرة ان هي تتابع فعلا برنامج مدرسة على الهوا في الصيف، لانه في مشاريع نجوم صغيرة. يعني ايه اللي انا شايفاه ده؟ هو بس عايزه اقول حاجه، ان في ناس كتير بتقلل من شأن الرسم، يعني في اولياء امور لما بيجوا يتكلموا في اولادهم لا بيحبوا الرسم جدا وبيعرفوا يرسموا، بس المشكله بيقعدوا يقولوا لا انت لازم تدخلي هندسه او طب لان دول القمه. يعني انا في جمله كده سمعتها عجبتني جدا، مفيش كليه قمه ولا كليه قاع، لكن انت القمه في كليه القاع. صحيح. بس فاللي هو لا، انت اللي هتعمل مستقبلك اذا كان من كلية بسيطة او من كلية قوية. يعني حلوة قوي حلوة قوي. هي الصورة اللي بعديها دي مين صاحبتها فيكو؟ انا مونيكا. دي كنت بجرب الجالاكسي. واو. عجبني الفكرة وتدخيل الالوان في بعض، بس ففكرت ان انا اجربها وكده واعملها. جميلة جدا. ايه الخامات اللي انتي استخدمتيها فيها مونيكا؟ دي كانت الوان مية، وساعات الاسود ده بدخل فيه جاف، وممكن بقى اللي هي الالوان المية الالوان كلها. يعني اتعلمتي الكلام ده لوحدك؟ انا مدخلتش كورسات اصلا خالص، فكنت بدرب مع نفسي وبشوف مثلا الرسومات وكده واقعد اقلدها. حلو رائعة. ايه حضروا لنا ايه كمان؟ بصي انا مبهورة بكل اللي انتي حطاه، فانا عايزة حاجات كتيرة. كتير جدا. انا من عشاق ريبونزل طبعا. واو. فدي الله. خليها بقى متثبته كده شويه عشان يعني الديتيلز اللي فيها دي، يعني من التاج للشعر للفستان للطرحه لنظره، يعني حاجه رائعه بجد. ايه ده؟ دي شفتيها وعملتيها في قد ايه؟ خدت منك وقت قد ايه؟ دي علشان اتنين في بعض، فممكن مثلا 6 ساعات. يا 6 ساعات؟ انا كنت متخيله تقول يومين ثلاثة. ما هي 6 ساعات في يومين. حلو حلو قوي، رائعة. والتفاصيل يعني انت جايبة كل حاجة، تفاصيل الشعر بشكل البشرة. هو ده كان قبل الكورس ولا بعد الكورس؟ لا هو الكورس كان رصاص، انا بقى ده مع نفسي يعني. حلو قوي، رائعة جميلة. ايه كمان؟ في دي رصاص أميرة ديانا. الأميرة ديانا طبعا جميلة، صاحبة أجمل قلب وأروع ابتسامة. كانت في البداية من سنة مثلا. حلو قوي، رائعة. في تري الوان برضو. طيب انا هرجع تاني للأميرة ديانا واستأذنك نثبتها شوية، لان هم يعني محتاجين هم يشوفوها اكتر، مش عايزة اغفل ولا صورة حقها. يعني خلينا مثبتينها شوية كده. جميلة، ارفعيها سنة كده يا ايه. ايوه جميلة جدا. القلم الرصاص برضو في الرسم حلو قوي. هو مش قلم واحد يعني، بيبقى درجات. طب معلش بقى، عشان انا في حاجه لفتت انتباهي وانا الحاجات دي دقيقه جدا فيها. التاج، انت شفتي التاج ده فعملتيه بتفاصيله دي ولا ده كان من وحي خيالك؟ لا هو في الصوره كده. انا ده التاج ممكن الملكي. برضو ممكن يعني احط التاتش بتاعي. يعني كان بقى حلو او وحش، يعني ما بحبش برضو اللي هو بنقل بس في اي رسمه. حلو قوي، يعني جميله. ايه تاني محضره هون؟ ده عجبني الشعر فيها، فاللي هو اتعلم من طريقه الشعر بتاعته. انا شايفه ان انت معجبه بلون الشعر يعني معجبه جدا باللون ده. بحبه. واضح. حلو قوي. طيب خلينا نشوف حاجه لمونيكا كده من عند حضراتكم. ومونيكا انت انا شايفه مشروع فنان، فانا بنصحك وبرشح لك ان انت مش بس تقفي عند ان انت بتتفرجي، يعني انت لازم تاخدي كورسات عشان تنمي ده. ده المانديلا برضو كنت شفتها، فحبيت ان انا اعملها وازود عليها حاجات. يعني هي غير الصوره شويه، بس لا انا زودت عليها حاجات كتير من دماغي. يعني حلو قوي. ايه كمان معانا لمونيكا؟ مونيكا انت عندك حاجات حلوه قوي، انا حتى شايفه في حاجات عندك عاملاها بالقلم. ده رصاص ولا ده ايه؟ لا ده جاف. ده جاف. كمان. طيب نرجع للصوره اللي على المونيتور دي يا مونيكا. ليه يا مونيكا حزين؟ دي كنت ساعتها كنت زعلانه شويه، بس مش لا يعني هرسم وهحزن هو كمان. زعلت يا مونيكا؟ بس فحبيت ان انا اجرب يعني وش الطفوله شويه. حلو قوي. بحب يعني الوش اصلا بتاع الطفوله ده، البيبي فيس بيبقى تحفه قوي اصلا، بس فقلت اجرب رسمه. يعني يا روحي ده جميل جدا الولد ده، يعني حرام انه بيعيط كده، ما حدش عيطه.
لا ما حدش في، يزعلك كان تاني في وانت. واحد تاني بس كان بيضحك بقى. طيب هو على العموم انا شايفه انه فعلا انت مشروع فنانه، ومش هسيبك الا على باب دار الاوبرا المصريه عشان هناك في كورسات للفنانات ده، ان شاء وزاره الله. الثقافه وانا ليها دور اصلا كبير. حاطه يعني حاطه في الرغبات كده فنون تطبيقيه، وبعدها فنون جميله، وبعدها يعني هو لا مش هسيب استني الفن استني اصلا. استني استني، انت كنت ثانويه عامه علم رياضه، حلو قوي، انا لسه داخله تالته يعني. حلو، داخله ثالثه، يعني انت لسه داخله ثالثه، حلو قوي. طيب انت حاطه رغبه يعني في دماغك هدف اول ايه؟ فنون تطبيقية، وبعد كده فنون جميلة، وبعد كده ممكن تربية فنية، يعني اللي هو أنا مش هسيب مجال الفن، حلو اللي قوي، هتوديني في أي حتة هروح فيه. رائع. هو فعلا انت قلتي حاجه حلوه، انا اللي بصنع القمه، أيوة صح. فانت قمتك في الحته دي يعني الاكتشاف. عارفين يا بنات في حاجه، في حاجه برضو عايزه اقولها لكل اللي بيتابعونا النهارده، مش مهم انا جبت كام وهروح فين عشان نظره صح. المجتمع، لا انا المهم انا جبت كام وانا عايزه اروح فين عشان انا ده بيرضيني، وده انا شايف فيه حته نجاحي. يعني انا شايفه انه لو انتوا الاتنين كده بقيتوا عندكم المجال اللي تدرسوا مع تنمية الموهبة دي، لا احنا هنبقى في مكان غير المكان اللي احنا فيه خالص. ايه عندك ايه تاني؟ ده نوع تاني جالاكسي برضه. واو. طيب ممكن نشوف ايه كده، عشان الجالاكسي اللي ايه عاملاه ده فيه مزيج بين، في هو لحظات ايه يعني، ده ليل وهيشرق شمس؟ لا هو الجالاكسي بيبقى ازرقات في كده، اللي هو مثلا زي السما. يعني دي لحظات، لحظات جميله قوي، ولون الشجر مع الخلفيه اللي انت عاملاها دي هو ده مديها تفريغ صوره طاقة يعني، لما ببقى زهقانة انا بقى بمسك الفرشة، اسهل كتير من البورتريه، حلو قوي. بفرغ طاقة من بكب الوان بشكل عشوائي زي كده. يعني دي الوان عشوائيه يا ايه، بشكل عشوائي جدا، جميله جدا، غير التخطيط ولا اي حاجة في دماغي، بتطلع كده. موهوبه فعلا، ميرسي. يعني بجد موهوبه. عندك ايه تاني؟ عندي خدنا دول عيون بقى برضو، يعني اكتر جزء بحبه في البورتريه العين. حلو قوي. طب ده انت جايبه التفاصيل، يا ريت الكاميرا تجيبها. الشعيرات الدمويه الصغيره اللي جوه النني وجوه الجزء الابيض ده انت جايباه، حلو قوي، ورموش جميله و... ده برضه رائعه. ليه رصاص، عجبني في التفاصيل بتاعت اللي هي لابساه ده، دي نوبيه، او حاجة زي كده، هي طفلة. طفله نوبيه، هي جميله، هي جميله ومحليه الصوره بصراحه. يعني انت حاطه تفاصيل جميله جوه الصوره، انا بصراحه مش مصدقه انه ده انت لوحدك قبل الكورسات، لا ده يعني بعد ده الكورسات. بعد الكورس، ده جميل رائع. هو كورس كان رصاص وانا طبقت عليه، و يعني دايما بعد الكورس ما اسيبش برضو نفسي، يعني مش هوصل لليفل واحد، عايزة اعلى واعلى. طب ازاي بقى يا بنات بتوفقوا بين دراستكم وانتوا الاتنين في تانية ثانوي وطالعين ثانوية عامة السنة الجاية ان طبعا شاء الله، وازاي بتوفقوا بين الفن بتاعكم والحاجات الجميلة اللي انا شايفاها دي؟ هبدأ مع مونيكا. يعني هو انا اصلا ساعات لما كنت في المدرسه مثلا حصه فاضيه مش عارفه ايه كده، كنت بقعد ارسم، وبلاقي لا اصحابي لا بيقعدوا يشجعوني وكده، فكنت بشجع اكتر وارسم. يعني هو الرسم مش عايز مكان محدد ولا جو محدد، بس طول ما انت حابه الرسم لا هترسمي في اي حته واي حاجه. صحيح، وهو فعلا طاقه زي ما ايه صح. قالت، طاقه بنطلعها في صوره حاجه جماليه، يعني شيء جمالي وجميل. طب يا ايه نفس السؤال، انا اخداه اللي هو يعني مثلا لو عندي ضغط مذاكره كتير بكافئ نفسي لو خلصته ان انا ارسم، او برضو العكس لو عندي ضغط مذاكره كتير وانا مش قادره اخلصه، ف يعني بريح نفسيتي الاول بان انا ارسم، اخلي مودي حلو وبعد كده اكمل مذاكره. انا مبسوطه قوي بجد، انا مبسوطه وحاسه ان الحلقه مبهجه. يعني هو الرسم دايما اي نوع فن بيدي بهجه، جميل جميل وهي بجد. انواعه كتير جدا، يعني اللي هو انا كنت بحاول اشوف كل الانواع عشان خاطر لما اجي احدد مثلا هشتغل في اني قسم او اني اتجاه، لا ابقى عارفه. وبجربته قبل كده وجربت كل الانواع التانية. حلو قوي. طب احنا معانا صور لمونيكا، ممكن نبص عليها؟ مين دي يا مونيكا؟ ده كان بورتريه، ده في البدايات بقى يعني. شكلها هي بس كان في البداية كنت بفكر ان انا يعني ارسم بورتريه، يعني اللي هو كنت لسه بجرب يعني. حلو قوي، والعيون وشكل الشعر ده بالقلم الرصاص ده يا مونيكا صح؟ حلو قوي. لا وماضية تحت يعني، لا عارفة ده على طول لازم اكتب التاريخ. حلو عشان قوي، يعني دي ممكن تلاقيها من 2015 2016 كده يعني، فلسه. حلو قوي. معانا حاجة تانية مونيكا؟ طيب على بال ما نجهز حاجة تانية مونيكا نروح نشوف ايه، وريني ايه.
الوانك مبهجه جميله. ده ابو كريم اس كبير شويه. البنت دي جميله قوي، ممكن نبص عليها قوي نقرب لها نعملها زوم. البنت يعني حقيقي مبهجه. تعرفي ايه ان فيها شبه منك بجد بس حقيقي يعني. ازاي بقى، ازاي وصلتي لده؟ احكي لنا قصه الصوره دي. انا دي طبعا كانت اول رسمه في الاجازه، يعني اخذت الاجازه من هنا او الاجازه دي. فكنت ما اشتغلتش اي مقاس كبير، يعني ده مقاس صغير، ده مقاس كبير شويه. فاخترت البنوته دي، قلت اعملها مقاس كبير. حلو، وعجبني فيها الجينز، عجبني جدا جديدة. لون الجينز اصلا مع الاحمر اللي تحت حلو قوي، حبيت الستايل لبسها وكده. دي انت شفتيها في حاجه وحبيتي تعمليها؟ هي بتبقى صور فوتوغرافر عادي. يعني دي صوره فوتوغرافيه من اي حد متصور وانت بتحاولي تقربيها. حلو قوي، جميله، وتفاصيلها ونظره عينيها وحتى شكل الغمازه اللي عندها، النغزه اللي عندها دي جميله جدا. لا رائعه بجد رائعه. بتلاقي الماتيريال اللي بتشتغلي بيها بسهوله؟ هو مش يعني مش معقده قوي، يعني هي الوان فيبر كاسل. حلو قوي. بس طيب وسهل ان انت تشتغلي على اي خامه ولا في خامه معينه بتفضليها؟ انا يعني بحاول مربطش نفسي بخامه معينه، عايزه اتفرع لكل الخامات. في الاول رصاص والوان ميه والوان خشب، دول بس ثلاث خامات. حلو. بس وحاجات متاحه يعني مش مكلفه ومتاحه. بس انا اللي عايزه اتمكن منه اكتر الالوان، حتى مركزه عليها اكتر الاجازه دي. يبقى الكرسي الجاي بقى، يعني الكرسي اللي فات كان رصاص صح؟ حاولي بقى الكرسي اللي جاي يبقى. مش حابه اخد كورسات تاني، يعني حابه برضو يعني لو حاجة صعبة عليا بستشير الفنانين عندي طبعا على الفيس، ناس كتير فنانين بيساعدوكي. اسرة مع بعض كده، يعني اي حد عايز حاجة بيطلب كده يعني. طيب احنا دعوة هنا بالمدرسة على الهواء، معانا فنانات مصريات شابات جميلات، لو في حد حابب يساعدهم حتى بالافكار، ان انا اقول لهم انتوا تقدروا تروحوا المكان ده علشان ده هيساعدكم، او تقدروا مثلا تطلعوا على الفيديو ده علشان الفيديو ده ممكن يساهم في ان انتوا تعرفوا حاجة مش عارفينها. مونيكا معانا صور تاني؟ في هنا وفي هنا. طيب ممكن نشوف على المونيتور صوره المونيكا كده ونتكلم فيها شويه. دي ايه بقى يا مونيكا؟ دي برده كانت جالاكسي معجبه. دي يعني لو قعدت ادخل كده الوان في بعض، ويعني دي برده تعتبر كان من وحي الخيال يعني. بس وفي الاخر رحت عملتها غزاله في النص. حلو قوي. عارفه حاسه انه انا مش قدام فنانه صغيره عندها 17 سنه، انا قدام فنانات كبيرات يعني، اللي هو ايه ده، ايه الجمال ده. طيب هنشوف تقرير دلوقتي بيتكلم عن دور المدرسه في صناعه النجوم اللي زيكم، ونرجع نتكلم ونشوف المدرسه اثرت فيكم ازاي. خلينا نرجع نروح ونرجع فاصل. للإدارة المدرسية دور في التعامل مع المشكلات التربوية التي تظهر في المدرسة، فالإدارة الديمقراطية لها دور في البحث عن أسباب المشكلات ومعالجتها التربوية، والتي ربما تدفع الإدارة المدرسية للاستعانة بالجهات التربوية أو الرسمية أو الجهات المهتمة للمشاركة في البحث عن أسباب المشكلة والكيفيات التي يمكن عن طريقها القيام بالمعالجة التربوية والعلمية المناسبة. تتخذ أساليب معالجة المشكلات الدراسية في المرحلة التربوية عدة أساليب تختلف من مؤسسة تربوية إلى أخرى، ومن مدرسة إلى أخرى، بل من معلم إلى آخر. وكذلك للبيت وأولياء الأمور دور في المساهمة في حل أو مواجهة تلك المشكلات والتغلب عليها أيضا. لم تعد العملية التربوية في المدارس كما كانت عليه في العصور الماضية، فالتطور العلمي والحضاري والتكنولوجي الهائل والكبير الذي حدث خلال مدة زمنية قصيرة ألقى بظلاله الإيجابية والسلبية على عملية التعلم في المدرسة، مما أدى إلى ظهور مشكلات تربوية في المدرسة تختلف من حيث الكم والنوع عن المشكلات التي كانت سائدة في الماضي. أكيد المدرسة هي محور حياتنا، وما كانش في المرحلة الثانوية فالأساس هو في المرحلة الابتدائية والإعدادية. المدرسة ليها دور كبير جدا في صناعة نجمات
قاعده قدامي دلوقتي على شاشه مصر التعليميه، وهنبدا مع ايه. المدرسه كانت بتعملك ايه؟ المدرسه انا في الاول ما كنتش يعني يعتبر مش معرفه حد ان انا برسم، يعني هم حتى استغربوا. بس اول ما عرفوا يعني لقيت تشجيع يعني حلو، ولما يكون في مناسبه مثلا رايحين قصر الثقافه بتاع المنطقه الخاصه يعني جنب المدرسه بياخدوني وكده، يعني بيعرضوا مهتمين بال يعني التشجيع اكتر حاجه. طب حلو، المدرسه بتشجع عن طريق قصور، بتودي قصور الثقافه، وقصور الثقافه بتنشر. صحيح، هرجع لك في النقطه بتاعت قصور الثقافه دي لانها مهمه جدا بالنسبه لي انا، ومهم ان اولادنا كمان يعرفوا دور قصر الثقافه في صناعه مش بس الفنان ده، الاديب والممثل والروائي، كتير من الادوار اللي بيعملها دور الثقافه المصريه، وكتير ان الاولاد ما يعرفوش هو ايه اصلا قصر الثقافه. مونيكا، المدرسه بتمثل لك ايه في الحته الفنيه؟ هي بتمثل لي دور مهم جدا، ان هو يعني ده البدايه، يعني في ناس كتير بدات في ابتدائي بس لما ما لقيتش تشجيع ما كملتش، فانا بوجه يعني دور كبير قوي للمدرسه، ان هو لما مثلا لما الاقي مدرسه بتشجعني الحاجه مثلا مش مظبوطه تعلمهاني، ده انا كده بتشجع فبستمر في الموضوع. صحيح، يعني تقصدي ان هي بتنمي الموهبه دي علشان تبدا الموهبه تكبر مع الفنان الصغير. صح تمام، ويعني هو معظم اصلا الناس وهم صغيرين تقول لك انا كنت برسم وانا صغيره بس لما كبرت سبتها، طب ليه؟ خلاص يعني لو هي فتره خلاص. صحيح، فلو كل واحد يعني لقى حد يشجعه وكده لا هيستمر وهيكمل. صحيح، يعني احنا النهارده بنوجه رساله مهمه جدا، انا دايما اقول انه النشاط هو العمود الفقري لاي نجاح للعمليه التعليميه، النشاط هو اللي بيصنع ده. هو الطفل عندنا ايه غير انه مجموعه مهارات احنا بننميها؟ المعارف دي بنديها له عن طريق الكتب الدراسيه والمناهج التعليميه، لكن في مهارات بتتنمى زي المهارات اللي انتوا اكتسبتوها سواء من المدرسه او اللي ساعدتكم قصور الثقافه او دور المجتمع، انتوا بتسمعوا حد وبتتصلوا بحد، السوشيال ميديا ساعدتكم في ده. فالنشاط المدرسي ليه اهميه كبيره جدا جدا جدا، وانا عارفه ان الوزاره عندنا حاطه ده نصب اعينها وحاطه ده قدام عينيها، لانها عارفه انه من غير النشاط عمري ما هيبقى عندي بطل، عمري ما هيبقى عندي فنان، عمري ما هيبقى عندي روائي ولا حتى كاتب ولا اي حاجه. فانا عندي النشاط ده في وجهه نظري انا هو اهم ما في المنظومه التعليميه. صح، هو اصلا بيدي يعني بيدي لمسه كده جماليه، يعني لو كل الفنانين مثلا تطوعوا ونزلوا مثلا في الشارع جملوا، لا هتحسي يعني الدنيا اتغيرت، الشارع اللي هو لا بقى جميل، فيبقى عندك راحه نفسيه، فلما بقى عندك راحه نفسيه تعرفي تشتغلي، تعرفي تنتجي اكتر، فده برضه هيؤدي لارتقاء المصري في المدينه كلها. الحته دي حلوه قوي، هرجع لك فيها بس بعد ما اشوف الصوره دي وتتكلميني عليها. ده كنت بدخل الوان، ده كنت بدخل عادي الوان، فعجبني منظر اللي هي العصافير ومنظر جذع الشجر وكده، فقررت ان انا احط في وسط الالوان. طب معلش يا مونيكا انا عايزه اسال بس خلينا مثبتين الصوره. اوكي، هو الخلفيه دي غروب مثلا؟ لا هي دي عادي يعني بتعلم مثلا ان انا ازاي ادخل الالوان في بعض. يعني هي دي تقريبا كانت برضو من فتره طويله. حلوه جدا، يعني حلو فكره اصلا الهارموني او تناغم الالوان مع بعضيها مديه للصوره جمال. يعني انا متخيله ان الصوره دي مثلا لو متعلقه في بورتريه كده ومحطوطه في احد المعارض بتاعي دي انا اصلا فكرت ان انا اشترك في معارض وكده، وكلمت معرض وكان لسه مفتوح من قريب، بس للاسف اللي هو جيت متاخر شاف قال لي ان شاء الله المعرض اللي جاي هيكلموني وكده. طب حلوه قوي، وبالنسبه للصوره دي يا مونيكا؟ دي بورتريه، انا الاول اصلا كنت مهتميه جدا بموضوع البورتريهات وكده، وكنت عايزه اتعلم يعني كل تفصيله في الوش بتبقى عامله ازاي، بس فكنت يعني معظم الرسومات هتلاقيها القديمه بورتريهات. حلو قوي، طيب خلينا نروح مع ايه، خلينا نروح لايه وهنرجع للصوره اللي انت عاملاها. ايه معاكي ايه تاني؟ ذات الالوان المبهجه. طب انا تاني، انا عايزه افهم ده يا بنات، يعني انا معلوماتي تاريخيه وجغرافيه ولحد ما كده يعني ممكن ايه ناخد معاها شويه ثقافه صغننه، لا فنيه شويه بعيد عن الفن، بس انا عايزه افهم ايه ده. ده نوع من الفن برضو في ناس متخصصه فيه بس اسمه مانديلا. مانديلا عباره عن اشكال طيب هندسيه. ثبتي ايديكي عشان يقدروا ياخدوا منك اللقطه كويسه، وفهموني انتوا الاثنين ادوني درس دلوقتي في مدرسه علوي يعني ايه مانديلا.
مندلة دي بتبقى أشكال هندسية بتدخليها، فبتدي يعني لما بتدخليها مع بعض فبتدي منظر حلو. يعني ممكن تعمليها مثلا 3D، ممكن تعمليها أشكال كتير، ممكن ترسمي بيها أصلا، يعني زي ما مثلا معايا رسمة، عاملة رسمة ومدخلة فيها المندلة أصلا. طيب أنا هرجع لمندلة إيه دي، لو ركزنا فيها هنلاقيها دوامة، يعني اللي هو لما نشرتها كان الناس بيقولوا بيدوخوا فيها لما بيبصوا يركزوا فيها. اللي هي بتاعت الاختبارات النفسية، وش في أيوة. عندك ثبات دي نفسي ولا بكده. لأ الرسمة دي مش النوع المندلة، الرسمة دي الرسمة دي بالتحديد. اه طب انتي استخدمتي فيها ماتيريالز ايه؟ يعني ايه هو قلم واحد بس اسمه قلم تحبير، متوفر جدا. طب والدوائر دي بايديكي ولا بمسطرة ولا ايه؟ برجل. برجل وتطلع بالدقة دي ايه؟ اه محتاجة تركيز جدا دي. طب انا عايزة اختبار نفسي دلوقتي، ثبتلنا ايه الجزء ده عشان انا محتاجة ركزي على الكاميرا. انا عايزة اركز على الدايرة السوداء، يعني ابص على الدايرة السوداء واشوف هتلاقي الباقي بيلف. هلاقي الباقي بيلف؟ طب انا ما حصليش حاجة، ما لفش معايا. لا بس تصدقي بيلف فعلا لما عمل زوم. ده دليل. لا بس جميلة يا ايه، حسيتي بجد؟ حسيت ان هي فيها حركة. ايوه ما هي دي. يعني انا حاسة ان هي مش حاجة ثابتة، وبعدين حاساها 3D، يعني حاسه ان الصوره عامله بوز كده لقدام. ده صح مع انها ثابته، يعني هي على لوحه. عمق جميله قوي، وعجبني قوي توقيعكم على لازم. ما هو دايما لازم بتكتبي التاريخ عشان تعرفي اتطورتي لسه واقفه في مثلا النوع ده، لا ما اشتغلتيش فيه كتير. ف واو. معاكي حاجه تانية ايه؟ دي حاجات صغنطه. انت خلينا في واحده واحده عشان انا حابه ان كل حاجه تتعرض بشكل ياخد حقه. حلو قوي لون البربل ده في درجات بعض. حلو قوي جميله. كنتي بتعمليها في مود ايه دي بقى؟ انا ممكن على فكره اكتشف مودكو، انا خلاص بقيت خبيره في الموضوع ده بعد ما قعدت معاكم. دي بقى كان اي مود؟ لا ده انا كنت رايقه فيها. ايوه. الالوان والبهجه رايقه، البحر كمان. والعصافير بالشكل لا جميله. انا بعمل الحاجات دي وبعلقها في الاوضه بتاعتي. حلو. يعني على فكره انا عامل بقى عامله لي معرض صغير انا. خلي ايديكي ثابته يا ايه، عشان ممكن نرجع شويه عشان نجيب بقيه تفاصيل الصوره. الصوره فيها سما وطيور وميه ونخلتين. نخلتين ولا اربعه؟ يعني هما حاجه. لا هما اتنين بس طالع من، يعني كل واحده طالع من جزئين. حلو قوي. رائعه بجد، جميله. المندله بتاعتك كانوا عرضنا، فانا عايزه ارجع لها عشان اشوف برضو هي 3 دي زي ايه ولا لا. دي هتحسي ان هي بتلف شويه. دي دوخيني يا لمونه خالص يا مونيكا. ما هي دي بقى، يعني لما جيت اعملها تعبت ساعتها، بس عارفه اللي هي خدتها تحدي. فيعني دي عجبتني ان هي، لا يعني مش بس فن، لا انت بتاخديها كمان تحدي، يعني كل حاجه فيها تحدي. استنيني بقى يا مونيكا في القصه دي. دي اولا يعني مثلا ايه استخدمت البرجر، انتي بقى في دي استخدمتي ايه؟ الموضوع مختلف ايدي يعني. بس اللي هو يعني هو في ناس بتجيب قلم تحبير، بس ممكن اللي مش مثلا معاه الامكانيه ممكن يجيب قلم جاف. يعني انا دي كنت جايباه بقلم جاف عادي جدا. ايه ده وما بتتلخبطوش وتشخبطوش زينا كده؟ بس دي كله بتتلخبط، بس يعني اللي هو ايه، يعني محتاجه تركيز، وتعرفي لو مثلا حته طلعت حته نزلت لا تعرفي تظبطيها. يعني انتوا الاثنين في نفس الوقت قلتوا محتاجه تركيز جدا. النوع ده اكتر نوع هو البورتريه. انتوا فعلا فكركم هندسي، يعني انا مش مستغرب ان انتوا الاثنين مفكرين في متبنيين علم رياضه واخدينه كارير لحياتكم. يعني شخصيتكم شخصيه هندسي. حتى اختياراتكم للالوان وشكل اللوحه لا مختلف. هنروح لمين؟ معانا حاجه لمونيكا ولا نعرض لايه؟ طب ورينا يا ايه. دي برضو دي جالاكسي برضو. خلاص بصي انا بقيت شاطره. جميله قوي. دي بقى كلميني عنها يا ايه. انا دي ما كنتش حاطه حاجه في دماغي، بس انا دمجت الوان، يعني حتى مترقعه كده الوان مش لاقيه على بعض. بس الاثنين اللي قاعدين تحت دول زعلانين ولا هم متقابلين يعني ولا ايه بالظبط؟ يعني ما مش عارفه. هما تقريبا بيفكروا في تفكير في الصوره، في عمق. يعني حتى ان في عمق في الصوره، والالوان جميله جدا. يعني انا حاساها فعلا ممكن تتعلق. انت عارفه انه الحاجات دي ممكن تعمليها في اطارات كده خشب تعملوا بيها معرض؟ ما بتفكروش تعملوا بنات حاجه كده معرض خيري مثلا لمنتجاتكم دي واعمالكم الفنيه دي؟ انا فكرت اصلا نعمل يوم اجمع فيه الناس اللي بتحب الرسم وكده، اهوت نقعد مثلا نرسم مع بعض. لو انا مثلا عارفه حاجه وحد عايز يتعلمها ممكن اعلمها له عادي. اليوم ده كان فري،
بس للأسف يعني اللي هو الناس جت وناس تانية قالت لي بس بعد ما اليوم اتعمل، فان شاء الله يعني هعمله قريب. حلوة قوي فكرة ان احنا بنعلم اللي احنا اتعلمناه وبنتعلم، لانه لما بعلم حد انا كمان بكتسب خبرات. دي حقيقة، وكل ما تفيدي حد انت كمان بتستفادي. صحيح، دي حقيقة. في صورة معانا لمونيكا، وخلاص انا مونيكا هي الأهم الرصاص. دي مين يا مونيكا؟ بعشق الرصاص اصلا. دي بورتريه، بس اللي هي الصورة، التصوير اصلا ما كانش باين قوي، عشان كده مش باينة يعني. لا بس شكل الظلال اللي فيها واللون الرصاص انا مش حاساه رصاص. يعني انا حاساه ان انا في الاربعينات من القرن الماضي. ايوه ابيض يعني واسود. حاسه وبعدين مش عارفه، هي شخصيه انت مزجتيها من مثلا من الفنانه العظيمه ميرفت امين مع جيل الثلاثينات والاربعينات، فانت عملتي كده يعني عامله كوكتيل يعني فعلا. شعر سعاد حسني مع عيون، مع وش اللي تحت كده ميرفت امين، العيون حسها برضو حد مش قادر اركز هو مين. بس لا الصوره جميله يعني، الصوره فعلا رائعه. تستاهلي فعلا ايه ومونيكا فنانات اليوم يعني بجد حقيقي. معاكي ايه تاني؟ ايه بورتري برضو ذات الشعر الاشقر، جميله. مين دي يا موني؟ يا ايه مين دي؟ الصوره عاديه. انت اللي اختلقتي هذه الشخصيه. الصوره بتعجبني، انا باخدها وبعدل عليها، ممكن اغير لون الشعر، ممكن اعمل اي حاجه. حلوه قوي. دي كانت بالوان ايه ولا ايه اللي خلاكي تكسل؟ حلو قوي. وشكل العيون مع الشعر، تحسي في هدوء وسلام نفسي لصاحبه الصوره، صح؟ دي حقيقه. ايه كمان برضو؟ دي مانديلا تاني. المانديلا دي انا حبيتها على فكره، عمق شويه. هي جميله اصلا، هي مشكلتها بس ان هي يعني عايزه صبر قوي، اللي هي تقعدي بقى دقيقه جدا. صح، وخليكي مثبتاها كده يا ايه، عشان انا هلف مع المانديلا دي. طب هي المانديلا دي مثلا كل الرسومات بتبقى هندسيه صح؟ ما فيهاش ظلال ولا؟ لا، في حاجه يعني انا معايا حاجه فيها جزء 3D. بس دي انتوا عارفين الحاجات دي يا بنات اللي بيستخدموها دلوقتي، اللي بيعملوا ورق الحائط ويعملوا حاجات 3D، بتتعمل دلوقتي كمان على الحوائط، تبقى مثلا ديكور كده مانديلا. حلوه قوي، جميله. لا انتوا رائعات بصراحه. ايه كمان معاكي يا مونيكا؟ معايا هنا دي. دي ممكن نجيبها لمونيكا عشان دي رائعه، التفاصيل فيها كتير قوي. يعني هي دي تعبتني شويه، وخصوصا الاجزاء اللي من تحت دول، بس لا يعني لما ببداها لا بصمم ان انا اكملها. حلوه قوي، يعني انا شايفه فيها هندسه مع فن مع ما هي دي بقى انا كنت بتكلم عليها، ان هو لما تعرفي كل الانواع لا تقدري ان انت تمزجي الاثنين مع بعض. ثواني، انا شدني التاريخ 16/7/2018. دي اخر واحده عملتها. دي يعني العمل ثبتيها كده شويه، جميله جدا. يعني انا شايفه ان تفاصيلها مونيكا رائعه. هي عصفوره واقفه على فرع شجر، وتحتيه المانديلا بجسم العصفوره برضو مانديلا. صح، حاساها ان متعبه في شغلها. ما هي متعبه، بس يعني بعد ما تخلصتيها لا بتستمتعي. خدت منك وقت قد ايه؟ لا، على فترات يعني، لو مش كنت بعملها على طول ورا بعض يعني. بس هو كمان اللي بيشجع كلام الناس يعني، انا يعني بجد بشكر كل اللي عندي وكل اللي بيتابعوني، لان هم لما بيجوا يكلموني يقول لي انت ما بقتيش تنزلي ليه؟ حاضر هنزل. فيعني كنت بتشجع بيهم قوي. الدعم النفسي حلو قوي. ايه عامله لنا ايه؟ انا برضو بحب البلالينا. واو، دي برضو شغل رصاص صح؟ كل رصاص. واضح انه ده تاثير الكورس يا ايه. اوعي تقولي دي قبل الكورس. لا، بعد الكورس. في 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 يعني في لمسه كده فنانه يعني، عارفه انت فنانه اتحطيتي على الطريق الصح. هو اهم من الموهبه ان انت تنميها يعني. صحيح، تكتشفها وتنميها. عشان كده بقول لك ما تبطليش تاخدي كورسات. مهم قوي تنمي نفسك. انا حسيت ان انا عايزه اعمل بمجهودي بقى بعد كده. مهم جدا يبقى في حد بيدعمنا، عنده انت عندك التالنت، عندك الموهبه. انا لقيت ان انا بقى يعني لوحدي يعني افاده، يعني بحس بتغيير في المستوى. رائع، بس لازم حد برضو ياخد ايدينا كده ويحطنا على الطريق. ليه؟ عشان اتخصص في الحته دي، او ابقى عندي فيها حاجه مميزه مش عند حد. ف
فدي حاجة لا كملي في الكورسات يا آية عشان أشوفك بكرة بتعملي بتصممي حاجات بعد تالتة ثانوي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بعد تالتة ثانوي. وعلى فكرة هي أنت قلتي حاجة في أول الحلقة قلتي إن دي بتخليني أستعيد نشاطي. أيوة جدا يعني هو حالة وبيطلعك حالة تخشي حالة تطلعي. طيب يعني ده هيبقى داعم نفسي قوي جدا ليكي في السنة الجاية يعني إن شاء الله إن شاء الله. مونيكا معاكي حاجة تانية؟ أو معايا دي ده قطه وفار ولا وش يعني لا بنت وجنبها قطه وعلى فرع شجره وكده خلينا فرع شجره وعاملين زي مرجيحه كده بس وعملت بقى حواليها ده جالكسي حاجه زي الجالكسي حلو قوي. اللون كمان مريح نفسيا يعني شايفه في الوانكم انتوا الاثنين بصراحه للامانه حاسه براحه نفسيه وانا بتفرج على الصور يعني بجد بجد رائع جميل. ايه كمان يا مونيكا معايا دي الوان مونيكا اتجهت للالوان دي قديمه شويه برضو الالوان حلو قوي مش كاتبه عليها التاريخ ليه يا مونيكا كاتبه مونيكا بس لا سعيده ما كتبتش في برضو دي واو دي جميله دي حلوه قوي فيها تفاصيل دي كان عاجبني الوانها وشكل العصافير وكده فرحت قررت بقى ان ارسمها حلوه جدا يعني ده من خيالك يا مونيكا ولا انت شفتي حاجه وبتقلديها لا في حاجات وفي يعني في حاجات ممكن مثلا اعملها من خيالي وفي حاجات مثلا شفت رسمه فعجبتني عايزه ازود عليها حاجه اقلل حاجه كده. طيب خلينا نروح لآية. آية ابهريني يعني انا مبهوره بمونيكا وآية النهارده. ده ماله ده؟ حد خد منه عنقود العنب ولا ايه؟ بيعيط لا بيعيط ده بيدل على الفقر طيب يا حبيبي جميل خالص بس يعني هو ده مش فقر لا ده في وجهه نظر انا حد منه خد واحده عنقود عنب يعني ده حد عاملاها موضوع عن الفقر هو فقير وحتى هدومه مش باينه دلوقتي هي مكتوب عليها هابي و يعني التفاصيل في الصوره كبيره وكتير يعني الدموع مع نظرة الحزن لا لا جميلة يا ايه والقلم رصاص صح طبعا ما فيش الوان لا بس اللي انا اقول لك ده انا وجهة نظري ما شفت الصورة لا ده حد مغضبه ده حد مزعله ده حد واخد منه حاجة لا جميلة في دي نانسي مش متأكدة انها كانت في البداية بس انا دايما بحتفظ باي بداية عليا حلوة جدع برافو عليكي جميلة جدا برضو ده رصاص بس ودرجات الرصاص دي بتبقى اختلاف تعليمي منك شوية ايه بعد اذنك تمام انزلي بايديكي تحت شوية ايه ايوه بس كده عشان تبقى واضحة درجات اللون الرصاص ده هي قلم رصاص واحد وانتو بتغيره ولا هو باختلاف خط ولا ايه لا ده في درجات كتير قوي في بتبدا في درجه فاتحه وغامقه للقلم الرصاص هي في درجات اسمها الاف من اول اف لحد 6 بي ده بيبقى درجات في تحت الاف الاتشات الاس ده بيبقى خفيف قوي يعني انا عندي جهل فظيع لا بس هو اصلا في ناس لا اللي هي خلاص اتمكنت فممكن من الاتش بي تعمل لك كل الدرجات انا بعمل كده احيانا لو قلم مش متوفر انا يعني بخفف ايدي اتقل ايدي بتحكم انا برضو رائعين بجد انتوا رائعين فاصل ونرجع معايا فاصل ونرجع نوصل حقيقة رجعنا لكم بعد ما شفنا جمال القاهرة بصوت الكينج محمد منير والهضبة عمرو دياب ومع عمالقة الفن الشباب الصغيرين اللي أنا شايفاهم بارقة أمل للفنون التطبيقية والتشكيلية مش بس في مصر ده في الوطن العربي كمان آية ومونيكا هنرجع معاكم ونشوف المندولين الملونة بتاعة مونيكا ايه الجمال ده بقى دي يعني الدنيا نورت بقى يعني دي الوان عامله زي النوبه كده حلوه يعني أمي. النوبه شغلهم اصلا سافرت هناك فعجبني جدا الوانهم اتاثرت بيهم جدا يعني حتى البيوت وجمالها والوانها المبهجه جدا فقررت ان انا يعني لا يعني عملت مره اللي هي الجاف فاعمل المره بقى اللي هي الالوان رائع يعني ده الجزء تأثير. ده الجزء اللي في النص برضو يعني ممكن تحسيها 3 دي شويه انا حاسه بده انا حاسه ان اللوحه او الرسمه بتاعتك بتتكلم يعني عارفه اللي هو لو انا قعدت معاها شويه كده هحس ان هي عايزه تقول حاجه
يعني مش بس بالالوان، لا ده بالخطوط والظلال وزي ما انت بتقولي كده، هي عامله 3D جامد، لا رائعه. وتاثير النوبه عليكي حلو، يعني سافي كتير. ماشي. سافي كتير، يعني ده هنشوفه في انجازات اعمالك بجد. اي معاكي ايه؟ دي دي تيتا، دي تجاعيد. حلوه قوي، محتاج شغل اكتر. احنا عايزين نظبطها على الكاميرا عشان تبان بكل تفاصيلها، لان تفاصيلها مهمه قوي. الاصاله المصريه مع لون البشره القمحيه بتاعتنا باينه حتى في القلم الميكروسوس. كلمينا عنها. هي دي، انا كنت اخترت صوره فيها تجاعيد وتفاصيل اتحدى نفسي فيها ان انا اعرف اجيب التجاعيد ولا لا. دي كانت في 2017. حلو قوي، لا قدرتي تجيبي كل التفاصيل والتجاعيد مع البسمه الجميله اللي انت عاملاها. كمان التفاصيل بتاعت الاشارب اللي هي لابساه، يعني انا حسيتها تستاهل انها تترسم. يعني انت جميله جميله وانت جميله جدا. البهجه اللي انت عاملاها في الصوره حتى بالقلم الرصاص ادت جمال غير طبيعي للصوره. يعني حقيقي، ونظره العين انا حاسه ان العين حقيقيه. يعني انا عايزه الكاميرا تيجي شويه كده وتقرب على العيون نفسها. انا حاسه ان العيون هتتكلم، يعني عايزه تقول حاجه. لا رائعه رائعه بجد. واللون الرصاص انا بقيت يعني معجبه جدا بالبورتريهات الرصاص اللي انتوا عاملينها بجد. ايه تاني؟ ايه رصاص تاني؟ رصاص دي رصاص بدرجاته. اللي تحت ده مش حبر؟ لا رصاص برضه. لا مش ممكن. لا والله رصاص. لا 6B. 6B بيبقى اتقل حاجه. 8B 8 كمان. لا لا رائع. لا لا مش مصدقه ان يعني انه الكلام ده طلع من بنات عندها 17 سنه والتالنت بس. يعني مونيكا الموهبه بس، ايه اخدت كورس بس وحاسه ان هي ان مش محتاجه كورسات تاني لان هي عندها الموهبه. ازاي احنا عندنا كوادر صغيره كده ومواهب شابه وازاي ما نستفدش بيكم؟ لا لازم نستفيد، يعني مش هسيبكم لما استفيد. يعني بصراحه النهارده مش عايزه الحلقه تخلص ومش عايزه رسوماتكم تخلص. انا دخلت برضو في موضوع ان انا برسم شخصيات، يعني بعمل برضو شغل، يعني هو كمان اشتغلت فيه، ناس بتطلب اوردر برسمه لهم ويجي ياخدوه كده بجد. طب وريني ايه كمان. دي هنيه شويه. دي الجيل الثالث مع الجيل الاول، يعني دي الجده والبيبي. والبيبي حلوه قوي الصوره. الصوره فيها يعني عارفه تخليكي تقولي ان في كلام حنان كده، اللي هي ماسكاه بخوف وحرص. دي اعز الولد يعني. دي عنوان الصوره بيتهيألي. لا الصوره جميله جدا. لا رائعه وبتقول ان احنا عندنا فعلا مواهب شابه حلوه. عندك حاجه ثانيه مونيكا؟ هو المفروض عنده معاهم. ممكن نشوف لمونيكا. ايه دي بقى يا مونيكا؟ دي كنت رسمها بقى بالجاف، ودي كنت رسمها في المدرسه. كنت بقول لك يعني كنت برسم في المدرسه في الوقت الفاضي كده، وكنت بلاقي صحابي بيشجعوني كده فكنت بكملها. يعني حلو قوي. تحيه كبيره لمدرستك اللي طلعت منك الموهبه دي بجد، يعني ان انا عندي فرصه ان انا اطلع ده. فدي حاجه حلوه. عندنا حاجه كمان لمونيكا. دي واقفه في على فرع شجره صح؟ هي اكنها يعني بتقطف مثلا حاجه من فرع كده. حلو قوي. دي بقى يعني ليها معايا قصه. هي من زمان ساعتها ما كانش مثلا معايا ان انا اجيب الوان غاليه او كده، فقررت ان انا لا يعني هكملها. بس فرحت سالت وجبت الوان، هي اكياس صغيره عادي رخيصه. بكره رحت كملتها، وكان في كنت عامله بدل اللي هي الدوريه ديت كنت عامله برضو واحده بس مدخله فيها بقى الوان كتير، وكانت عامله زي النيزك. بس الحقيقه هي ضاعت يعني الحته دي. بس فلي عملتها، وكان في مستشار الفن وكده كلمني فبيقول لي انت عاملاها بالمنظور ولا عاملاها عادي؟ قلت له عاملاها عادي، ودي كان سبب ان هو علمني يعني المنظور وكده. حلو قوي رائعه. والصوره دي ايه؟ دي كانت بورتريه في الاول، كنت بجرب برضه عشان الشعر وكده، كنت لسه بتدرب عليه. جميله. ايه معاكي ايه تاني؟ دي دي جميله. دي مين دي؟ مين دي؟ بيبي. دي بيبي؟ بس هو اللي شافها قال كل شافه قال بتاع حد كبير. ايوه هما نظره العين كبرياء كده فيها. لا انا حسيت ان هي مش بيبي خالص. اي كل شافه قال كده.
لا بس حلوة، تفاصيلها حلوة. ايه كمان؟ حبيت نظرة تانية فيها، شكرا. سامحني. انتي رايحة قوي بفكرك على فكرة اكتر للرصاص اكتر، بس مش ده ما يمنعش ان الالوان حلوة جدا. يعني ده ما يمنعش، ده انا المفضل بالنسبة لي الالوان. بس يعني برسم الاتنين. حلوة قوي، تفاصيلها كمان جميلة. ايه كمان؟ حاجة مختلفة. جالاكسي تحت بحر وموجة من خيالي شوية. لا حقيقي جميلة، جميلة فعلا. خليها ثابتة كده شوية اي عشان نقدر ناخدها. دي قديمة جدا يعني، تقريبا في 2016. يا بقى لها 3 سنين تقريبا. حلوة قوي، لا رائعة. يعني حتى كنتوا صغيرين يا بنات وانتوا بتعملوا ده، يعني فكرة انه انا صغير واقدر اشتغل على نفسي وانمي موهبتي، دي حاجة انا فخورة جدا بيكم جدا. معانا حاجة تانية لمونيكا نعرضها. طيب ايه دي بقى يا مونيكا؟ دي بورتريه كنت بجربها في الاول، بس حبيت ان انا اجرب بالالوان بس، فعجبني طريقة شعرها وعجبني ملامح وشها. بيقولوا لي في الكنترول روم ان هي فيها شبه مني، بس لا تقريبا هي احلى بكتير. لا حضرتك احلى طبعا. لا لا هي احلى. دي جميله قوي. ايه كمان عندنا حاجه تانية لمونيكا؟ طيب على بال ما نجيب حاجه تانية لمونيكا، عايزه ايه توريني صور الباقيه اللي معاها. طيب مونيكا جابوا لنا صور ايه؟ ثواني ايه معلش. دي كنت يعني كنت عايزه اجرب اللي هو الشعر بس بالالوان برضو لوحدها، فعجبني منظرها والطاقيه وكده. هي دي طاقيه ولا هي حاطه حاجه على راسها؟ لا هي الطاقيه عادي على شعرها يعني. حلو قوي، جميله. والصوره تحسي دي الصوره اللي هي انتي. زوار بكيرلي فاهم، مختلف شويه. دي جميله قوي. طيب خليني اروح معايا. دي خرجت شويه عن الشعر الملون تقريبا. دي الوحيده اللي عملت شعرها اسود. حلوة قوي، تفاصيلها دي بتفكرك بايه؟ او ايه المود اللي انت كنتي قاعده فيه فقمتي عملتي؟ رسمتها على البحر، كنت قاعده سرحانه كده. انت عارفه انه فيها انعكاسات لون الميه والسماء ونظره تانيها فيها كمان كده، فيها عمق ولون العين. اللون الفيروزي ده اللي هو لون الميه. بحبه قوي. حلو قوي بجد. لا جميله. ايه تاني؟ معاكي حاجه تانية توريها لنا؟ دي سريعه. اللون الاورنج بتاع شعر. حلو قوي. انتي معظم الواناتك العيون يعني مديها لون الازرق، اخضر او ازرق. دي كان اول بورتري الوان في حياتي. حلو قوي، ده اول بورتري الوان. كنت فاكره ان هو مش هيطلع كده، هو كنت راضيه عنه كاول مرحله. لا بس جميله. ايه تاني؟ انا عايزاكم تعرضوا كل حاجه، يعني مش عايزه يعني عايزه كل حاجه تبان. طيب قبل ما اختم معاكم، عايزه منكم انتوا شايفين نفسكم فين بكره؟ يعني كل واحد كده، انا النهارده متفوقه في الحته دي تمام، فانا حابب علشان ابقى اكبر من اللي انا فيه دلوقتي، انا عارف انا راسم لنفسي ايه. هبدا معايا اول حاجه انا هركز فيها، ان انا عايزه ابقى مهندسه كحياتي، مهندسه بس مش هسيب الفن، لان اصلا مش هينفع اسيبه، هو كادمان. هو خلاص بقى جزء مرتبط بيكي، هو جزء من حياتي، جزء شخصيتك. من شخصيتك كمان. صحيح. ابقى مهندسه وابقى فنانه واعمل معرض، اشترك في معارض اكتر، معارض مشهوره كده. حلو قوي، رائع. وانت يا مونيكا؟ انا كنت يعني لما قعدت كده مع نفسي فكنت بقول ان انا يعني عايزه بعد ما اخلص ان شاء الله الثانويه ادخل الجامعه اتفوق فيها، بعد كده اعمل جاليري كبير في مصر ويبقى اكبر جاليري يعني، واعمل كورسات مجانا للي حابين رسمه كده. حلو قوي. انتوا فعلا من البنات المتميزات اللي انا بدعو كل المهتمين بالفن وكل المهتمين بالثقافه في مصر ان هم يشوفوا النماذج المشرفه دي، علشان فعلا محتاجين الولاد الصغيرين دول حد يمد ايده كده ويساعدهم، علشان هم ليهم مستقبل، هم كده شغالين لوحدهم. يعني هي دي كلها جهود ذاتيه، واللي بتاخد كورس بتاخد كورس برضو بالاجتهاد الذاتي. فانا محتاجه فعلا نبص على النماذج الشابه دي، ومحتاجين ننمي دور قصور الثقافه، ومحتاجين ننمي دور البنات الصغيره دي ان هي تروح
مكان زي دار الأوبرا المصرية علشان تلاقي فيها اللي ياخد بإيديكوا كده ونشوفكوا أساميكوا كده في معارض دولية، مش بس على المستوى الإقليمي لا ده كمان على المستوى العالمي. كنت سعيدة جدا بيكم النهاردة وبتمنى لكم كل التوفيق وبتمنى لكم النجاح دايما كده، السنة جاية نستضيفكم في أوائل الثانوية العامة معانا هنا وأبرز على الهواء. نشكر حضرتك ونشكر كل المشاهدين. أنا بشكرك برضو أساتذة المدرسة وأصدقائي وصحابي اللي بيشجعوني دايما حتى لو بكومنت بسيط، بس ده يعني بيبقى كبير بالنسبة لي. ده بيشجع وبيخلي الواحد لا يستمر ويبقى عايز يعني حتى يحط أكتر. بتيجي عندي فترة فتور هما ما بيسيبونيش فيها لان ده ممكن يخش في اكتئاب ان انا ابعد عن الرسم، ده حاجه صعبه. لا ما تبعدوش عن الرسم لانه فعلا الرسم طاقه وطاقه ايجابيه جميله. بشكر برضو بابا وماما الدعم من الادوات غاليه هما بيجيبوا لي كل حاجه اي حاجه يجيبوها لي حلو ربنا يخليهم. دايما بيشجعوا بيقعدوا عايزه كورسات روحي عايزه ادوات روحياتي فيعني بنشكرهم طبعا لان هما الاساس الاكتر حاجه بتشجعنا في الحياه. حلو قوي رائعين يا بنات وانا مبسوطه جدا بيكم وبتمنى لكم كل النجاح والتوفيق في حياتكم العمليه الفنيه. وبشكر كل القائمين على برنامج مدرسة على الهواء. كنت معاكم دكتورة إيلاريا عاطف، أشوفكم في حلقات تانية. إلى اللقاء.